السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنبدأ مع بعض نحل الجزء الثاني من تمارين 8 من كتاب المعاصر النسخة الجديدة 2025. هنا بيقول لك ثانيا الأسئلة المقالية. أول سؤال: أوجد بدلالة باي القياس الدائري لكل من الزوايا التي قياساتها 60 كالتالي. معنى ان هو عاوز بدلالة باي يا استاذ، يعني عاوز بالقياس الدائر، يعني عاوز الزاوية بس بالقياس مين؟ الدائر. طيب بكل بساطة هنكتب القياس الستيني زي ما هو 135. امال يا استاذ ايه الزيادة؟ الزيادة ان انا البسط نضربه في باي ونقسم المقام على 180. تاني علشان تحول الزاوية من 60 لدائري تكتب قياس الستين زي ما هو، تضرب فوق في باي وتحت في 180. والله يا أستاذ هتعرف تختصر؟ اختصر. ما تعرفش؟ هنديك طريقة بسيطة على الآلة. تمام؟ طيب لو ركزنا إن 135 على 45 فيها التلاتة. تمام؟ طيب والمية وتمانين على 45 فيها الأربعة. يبقى 3 باي على 4. في واحد يقول لي يا أستاذ أنا ما بعرفش أختصر، هات معايا الآلة وتعال نجرب مع بعض باستخدام الآلة. هنبدأ يا أستاذ نجيب الآلة، نعمل شرطة كسر أهي، نكتب 135 واحد ثلاثة خمسة. طب الباي يا أستاذ نعملها إزاي على الآلة؟ نضغط شيفت فوق مع إكس 10 تحت اللي جنب العلامة العشرية، كده عملت لك باي. ننزل في المقام من الاتجاهات اللي جنب مود ونكتب 180 واحد 8 0، نتك يساوي هتطلع معاك 3 باي على الكام؟ على الأربعة، نفس الحل اللي حليناه الأول. ندخل على رقم 2. طيب نبدأ الرقم 2، عاوز الزاوية بس بالقياس مين؟ الدائر. قلنا إيه يا أستاذ؟ نكتب الستين زي ما هو 90، بس الزيادة يا أستاذ إن أنا نضرب البسط في باي ونقسم الرقم كله على كام؟ على 180. تمام؟ لو جينا نختصر على 45 فيها الاتنين والباي زي ما هي، على 45 فيها يا أستاذ الأربعة. تمام؟ على الاتنين فيها الواحد، يتفضل الباي، على الاتنين فيها الاتنين، يبقى باي على الكام؟ باي على الاتنين. تمام؟ أو كل ممكن تختصرها من الأول، على 90 فيها الواحد، على 90 فيها الاتنين، يبقى باي على الاتنين. تعال نعملوها بالآلة، وركز أنا علمتك طريقة الاختصار، لكن كل المسائل اللي جاية هنعملها باستخدام مين؟ الآلة الحاسبة. تعال نعمله دي باستخدام الآلة. هنجيب الآلة يا أستاذ، نجيب شرطة كسر، نكتب في البسط 90. طب بالنسبة للباي شيفت مع إكس 10، ننزل في المقام نكتب 180، 180، نتك يساوي هتطلع معاك نص باي، نص الحاجة يعني نقسم الحاجة على الاتنين، يبقى باي على الاتنين. تمام يا أستاذ؟ ننتقل إلى رقم 3. طيب رقم 3 عاوزين الزاوية بالقياس الدائر. كنا نكتب الستين زي ما هو 300، نزود باي في البسط ونقسم على 180. تمام؟ لو جينا يا أستاذ نختصر، صفر من فوق مع صفر من تحت، كده ال 30 وال 18 يقبلوا القسم على الكام؟ على ال 6. على ال 6 فيها ال 5 الباي زي ما هي، على ال 6 يا استاذ فيها ال 3، يبقى 5 باي على ال 3. تعال نتاكد من الكلام ده باستخدام الآلة. طيب نبدا نجيب شرطة كسر، نكتب 300، تمام، الباي شيفت مع اكس 10، شيفت مع اكس 10، تمام. طيب ننزل في المقام نكتب 180 واحد 8 0، واحد 8 0، نتك يساوي، تمام، اسف يا جماعه عشان احنا غلطنا في حاجه، 300 تاني عشان كنت كاتب حاجه قبليها، 300 الباي شيفت مع اكس 10 تحت، ننزل في المقام نكتب 180، 180 تمام، بيساوي 5 باي على الثلاثة اللي هو اللي احنا حليناها بالحل العادي. ننتقل الى السؤال التالي. طيب اختصارا للوقت يا استاذ هنعمل الباقيين كلهم باستخدام مين؟ الآلة. طيب نعمل شرطة كسر،
نكتب الستين زي ما هو، سالب 235، 235 الباي، انا قلت لك الباي نضعها في البسط، والمية وتمانين في المقام. الباي شيفت مع اكس 10، ونكتب 180 في المقام عشان نحول الدائر. ما هب دلالة باي يعني ايه؟ يعني دائر. تك يساوي، هتطلع معاك ايه؟ سالب 47 على 36 باي. تمام يا استاذ؟ طيب ننتقل الى 5. نفس الكلام، 5 شرطة كسر، نكتب في البسط سالب 210، 210 نضرب في البسط في باي شيفت مع اكس 10، ننزل في المقام نكتب 180 عشان نحول الدائر. في البسط باي، في المقام 180. لو اتكينا يساوي سالب 7 على 6 باي، يبقى النتيجة سالب 7 على 6 باي. ننتقل ل 6، كل ما نعملهم بالآلة عشان ننجز بس يا أستاذ. شرطة كسر 112، 1 1 2. طب نعمل ازاي درجة يا أستاذ؟ أضغط على زرار الكمات اللي تحت الجذر التربيع، كده عملت لك درجة 30 دقيقة، 30، ونضغط كومات برضه 30 دقيقة. في باي، باي شيفت مع اكس 10، ننزل في المقام نكتب 180، ده التحويل مين؟ الدائر. لو اتكينا يساوي 5 باي على مين؟ على 8. 5 باي على الكام؟ على 8. ننتقل إلى 7، نفس الكلام شرطة كسر، نكتب الستين زي ما هو، 390 تمام، باي في البسط شيفت مع اكس 10، ننزل في المقام نكتب 180، 180. لو اتكينا يساوي، هتطلع معاك 13 على 6 باي، 13 على 6 باي. تمام يا أستاذ؟ طيب ننتقل إلى رقم 8، تعال بس نحرك الآلة بعيد. 8 شرطة كسر، نكتب 780 تمام، كده عاوزين في البسط باي شيفت مع اكس 10 تمام، ننزل في المقام نكتب 180 عشان نحول الدائر. يبقى البسط نكتب باي، والمقام 180، والزاوية في البسط زي ما هي، يساوي 13 على 3 كام؟ باي. بس كده يا أستاذ. ننتقل إلى التالي. هنا في السؤال الثاني يا أستاذ بيقول لك أوجد القياس الدائر. القياس الدائر يا أستاذ قلنا نضرب البسط في باي، نكتب الستين زي ما هو، نضرب الفوق في باي، ونقسم كل على 180. لكل من الزوايا التي قياساتها الستين كالتالي مقربا الناتج لثلاثة أرقام عشرية. يبقى هو عاوز الزاوية بس بالقياس الدائر، بتساوي قلنا نكتب الستين زي ما هو 58، بس البسط نزود في باي، والمقام نخليه 180. ده علشان نحول مين؟ نحول الستين للدائر. يبقى نكتب الستين زي ما هو ونضربه في باي ونقسم على 180، وكل ما نعملهم باستخدام مين؟ الآلة الحاسبة. هنعملهم كلهم يا أستاذ على الآلة. يبقى يا أستاذ شرطة كسر 58، 58 الباي شيفت مع اكس 10، ننزل في المقام نكتب 180، 180 يساوي، ركز معاي، هو عايز يقرب الناتج لثلاثة أرقام عشرية تمام، نضغط اس دي، طلعت 1 علامة 0 1 2، هو عايز يقرب لثلاث أرقام عشرية صح؟ نيجي تحت الرقم الثالث اللي هو 2 بعد العلامة، ونشوف الاثنين اللي بعديها، لو من صفر لاربعة ما تزودش اثنين ايه حاجة، لكن لو من خمسة لتسعة تزود ما قبلها واحد. نيجي للاثنين الرابع بعد العلامة تمام، بخيلة ما تزودش اللي قبل اللي قبلها حاجة، يبقى ايه هنشطب من اول الاثنين التانية ولورا، يبقى كده اتفضل 1 علامة 0 1 2 دائر. تمام يا استاذ؟ طيب ركز معايا يا استاذ، طالما عاوز اجرب لثلاثة ارقام يبقى خد اربع ارقام بعد العلامة، زود رقم، فتصبح 1 و 0 1 2 2، زود رقم، فنيجي نحط خط تحت الثالث اللي هو الاثنين، ونبص للي بعديه على طول اللي انا مزوده ده، هنشوفه لو من صفر لاربعة ما يزودش الاثنين اللي تحتها خط حاجة،
لكن يا أستاذ لو من 5 ل 9 يزودها 1، والله هو من 2، 2 ده بخيل ما زودش حاجة، يبقى خلاص تقريبا ناخد الثلاثة اللي بعد العلامة بدون زيادة، 0 1 2 دال. تمام يا أستاذ، ننتقل إلى 2. طيب بالنسبة ل2 نحولها ازاي؟ يبقى نقول سيتا دائر بتساوي، نكتب اللي هي ال60 زي ما هو، 56.6. تمام، قلنا نضرب في باي ونقسم الناتج على الكام؟ على ال180. تمام، تعال نعملوها بقى على الآلة وناخد 4 أرقام بعد العدد. طيب هنجيب شرطة كسر يا أستاذ، نكتب 56.6، 5 6 علامة عشرية 6. طيب الباي شيفت مع اكس 10، شيفت مع اكس 10 تعمل لك الباي. ننزل في المقام نكتب 180، 180. تمام، طيب لو اتكينا يساوي طلعت كده، نضغط عمك سيد اس دي. تمام، خد خليك في الرقم الرابع بعد العلامة، هو عايز يقرب الثلاثة بس سيب ثلاثة بعد العلامة وتخليك في الرابع. التمانية كريمة صح؟ يبقى هتزود السبعة اللي قبليها 1، فالسبعة تصبح 8، يبقى الناتج 0.988. تمام يا أستاذ؟ طيب تعال نكتبوها كده، قلنا طالما عاوز يقرب 3 أرقام يبقى نخليهم 4 بعد العلامة، فعندك 0.987.8. نيجي للرابع اللي هو ده، كريم ولا بخيل؟ من 0 ل 9 يزود، من 0 ل 4 ما يزودش. والله يا أستاذ التمانية كريمة، يبقى تدي السبعة 1، فالسبعة تصبح 8.89 علامة 0 دائر. تمام، ننتقل إلى نقطة 3. نيجي اللي بعديها يا أستاذ 3، يبقى عاوز القياس الدائر سيتا دال بيساوي، نكتب الستين زي ما هو، 37 درجة وكام؟ 15 دقيقة. نضرب في باي فوق طالما عاوز الدائر ونقسم على الكام؟ على 180. دي بتساوي، تعال نعملها على الآلة. نبدأ يا أستاذ نكتب دي على الآلة، شرطة كسر 37.37، عاوز نعمل درجة كومات. تمام، نكتب 15 ثانية، 1 5 برضو كومات، ثانية كومات، نكتب باي شيفت مع اكس 10، شيفت اكس 10، ننزل في المقام ونكتب 180، 1.80. التك يساوي مع عمك سيد اس دي. نيجي للخانة الرابعة اللي هو الواحد بعد العلامة، الخانة الرابعة بعد العلامة، الواحد بخيل ما يديش الصفر حاجة، فتبقى الناتج 0.650 ونضع فوق علامة الدائرة. تمام يا أستاذ؟ طيب نيجي الرقم 4 نعملهم كلهم بالآلة. تمام، طيب نيجي الرقم 4 يا أستاذ، عاوزين القياس الدائر، يبقى عاوزين سيتا دال بتساوي، قلنا نكتب الستين زي ما هو، 115 درجة، 38 دقيقة. تمام، وكم ثانية؟ و6 ثواني. تمام، طيب قلنا عشان نجيب الدائر نضرب البسط في باي ونقسم المقام كله، نقسم كله على كام؟ على 180 درجة. تعال نعملهم باستخدام مين؟ باستخدام الآلة الحاسبة. طيب كده جهزنا يا أستاذ الآلة، نجيب شرطة كسر كبيرة أهي، نكتب في البسط 115، 1 1 5. طب عاوز نعمل الدرجات من زرار كومات، 38 دقيقة، 3 8. عاوز نعمل ايه درجة الدقائق؟ نعمل دقائق برضو من كومات. نيجي لستة نكتب 6، عاوز نعمل الثواني برضو من كومات. طب بالنسبة للباي شيفت مع اكس 10، ننزل في المقام نعمل 180، ونروح ايه الضاغط يساوي، طلعت معايا 2، ناخد 4 أرقام بعد العلامة طالما هو عاوز يقرب الكام رقم ل3 أرقام، يبقى نقول 2 وناخد 4 أرقام بعد العلامة، 0 1 8 2. خلينا في الرقم الرابع ده هو 2، كريم ولا بخيل؟ لا يا أستاذ بخيل، لأن من 0 ل 4 ما بيزودش، طالما بخيل نروح نشطبه بس. تمام، ونكتب الباقيين 2.018. ننتقل إلى سؤال 5، نفس الكلام 5، عايزين
الزئ قياس مين؟ الدائر. نكتب الستين زي ما هو، 257 درجة و54 دقيقة. قلنا عشان نخليه دائر نضرب في باي، والمقام نخليه كام؟ 180 بيساوي. تعال نعملهم باستخدام الآلة. طيب نبدأ نكتب ده على الآلة. شرطة كسر، نكتب 257 2 5 7، نعمل كومات عشان نكتب درجات، 54 5 4 كومات عشان نعمل دقايق. طب الباي شيفت مع اكس 10، ننزل في المقام نكتب 180 180، لو اتكينا يساوي، طلعت معايا كسور، نضغط على مكسيد. تمام، ناخد كم رقم بعد العلامة؟ ناخد أربع أرقام بعد العلامة عشان نعرف نجرب. تمام، يبقى نقول له أربعة، وناخد أربع أرقام، 5 0 1 2. نيجي ليه رابع رقم، الاتنين بخيلة ما بتزودش، يبقى نشطبها وخلاص. يبقى كده التقريب 4 و5 0 1 دائر. تمام، ننتقل إلى 6. طيب بالنسبة لستة يا أستاذ، هنجيب برضو سيتا دال، نكتب الستين زي ما هو. تمام، ده الستين، 160 درجة و50 دقيقة و48 ثانية. عشان نخليه دائر نضرب جنبيها في باي، ونقسم كل على 100 وكام؟ 180. وتعال نعمل دي على الآلة. طيب نبدأ يا أستاذ نكتب المسألة. تمام، شرطة كسر، نكتب 160 160 كومات عشان نعمل رمز الدرجات، 50 دقيقة نعملها برضو من الكومات، 48 ثانية، 4 8 برضو من ازرار الكومات. نيجي للباي، باي شيفت مع اكس 10، شيفت مع اكس 10، ننزل في المقام نكتب 180 180. لو اتكينا يساوي هتطلع معانا القيمة دي. تعالى نبدأ نقربوها، ناخده كم رقم بعد العلامة؟ 4، لأن هو عاوز يقرب الناتج لثلاثة أرقام 10. طيب يبقى نكتب يا أستاذ 2 علامة 8 0 7 3، هو عاوز يقرب الثلاث أرقام، يبقى خليك في الرابع. الثلاثة كريمة ولا بخيلة؟ والله يا أستاذ الثلاثة بخيلة، ما بتديش السبعة 1. تمام، يبقى يا أستاذ خلاص نشطبها ونكتب الباقي، 7 0 8 علامة 2 دائر. تمام، ننتقل إلى السؤال الثالث. طيب نيجي الرقم 3، بيقول لك أوجد القياس الستيني بالدرجات والدقائق والثواني لكل من الزوايا التي قياساتها الدائرية كالتالي. أول وحدة 11 على 15 باي. بص لو المسألة فيها باي عايز تحولها لستين، اللي عليك بس إن أنت تقلب باي 180. تمام، يبقى س بالدرجات تصبح 11 على 15، اقلب الباي بس 180. لو فيها باي نقلب الباي فقط 180. تعالى يا أستاذ نعملوها باستخدام مين؟ الآلة الحاسبة. نبدأ نكتبها على الآلة. تمام، شرطة كسر، نكتب في شرطة الكسر 11 على 15 على 15، نطلع من الاتجاهات قدام الكسر ونضرب في كام؟ في 180، 180 بتساوي 132. تمام، هو عاوزها بالدرجات والدقائق والثواني، يبقى اضغط كومات. تمام، يبقى 132 درجة وصفر دقيقة وصفر ثانية، شبه سيبك من الأصفار، يبقى 132 ايه؟ درجة. تمام يا أستاذ. طيب يبقى نقول له 132 درجة. تمام، ننتقل إلى السؤال 2. طيب بالنسبة للسؤال 2، أنت عاوزها بالدرجات، تمام، بالقياس الستيني، قلت لك لو فيها باي بس، نبدل الباي بال 180. طب 72 من 100 في، شيل الباي وضع 180، كده انت حولتها 60. تمام، طيب تعال نعملوها على الآلة كده. طيب نكتب 72 من 100، 0 علامة 7 2 في 180 في 180 بتساوي
طلعت معايا الرقم ده، نضغط على مك سيد او اس دي 129.6. انت عاوزها ايه؟ الدرجات والدقائق والثواني، يبقى تضغط كموات. تمام، يبقى 129 درجة 36 دقيقة وصفر ثانية، لك صالح بالصفر. تمام، تعالى نكتبه الكلام ده. يبقى طلعت معايا كام؟ 129 درجة و36 دقيقة، المفروض صفر ثانية، بس الثواني ايه؟ ما بتتكتبش. ندخل على رقم 3. لو لاحظنا في رقم 3 ما فيهاش باي، تمام، يبقى نعمل ايه؟ خلاص هنستخدم قانون التحويل الى 60. حول ازاي الى 60؟ والله يا استاذ نكتب الدائري زي ما هو، بدل ما نضرب في باي، لا في الستين اضرب في 180 وخلي ايه المقام هو الباي، اقلب يعني النسبة اللي كنت تضرب فيها. في الدائرة كنا نخلو باي من فوق ومية وتمانين من تحت، لا في الستين نخلي المية وتمانين من تحت والباي من فوق والباي من تحت. طيب الدائرة كام؟ 49 من 100 في 180 ونقسم على الباي. تعال نعمل الكلام ده بالآلة ونشوفه يطلع بكام. طيب شرطة كسر 49 من 100، زيرو علامة، 4 9 في 180 في 180، وننزل في المقام نكتب باي، باي شيفت مع اكس 10، شيفت مع اكس 10. لو اتكينا يساوي هتطلع معانا الكلام ده، لا انا عاوزها بالدرجات والدقائق والثواني، يعني قياس 60. نضغط كوماند، فضلت معاك كام؟ 28 درجة و 4 دقائق. تمام، نكتب الكلام ده. نظام رقم 3 3. طيب لو جينا نكتب الكلام ده يا أستاذ ركز معاي، 28 درجة و4 دقائق، والمفروض 29 ثانية و76، يعني اعتبر 30 ثانية، لو قربناها لقوها 30 ثانية. ندخل يا أستاذ على السؤال 4. لو جينا للسؤال 4 أنت عاوزها بالستين، تمام، يبقى نكتب الدائري زي ما هو سيتا دال، ونضرب في 180 طالما عاوزها بالستين، ونقسم على الباي، يساوي الدائر زي ما هو كام؟ سالب 7 6 1 و67 من 100، دائر في 180 على الباي. تعال نعملوها بالآلة دي ونشوفها هتطلع بكام. طيب نبدأ نكتب شرطة كسر، سالب 167 167 في 180 على الباي على شيفت اكس 10 بيساوي، طلعت معي سالب 95، نضغط كومات عشان نحولها درجات ودقائق والثواني. يبقى طلعت معايا 95 درجة و41 دقيقة وتقريبا 3 ثواني. تمام، طيب يبقى طلعت معي سالب 95 درجة 41 دقيقة، والمفروض 2 ثانية، وال23 الاتنين ما تقربش، لأن الاتنين داي ما تقربش، فاكتبها 2 ثانية. تمام، ننتقل إلى 5. طيب لو جينا الرقم 5 أنت عاوزها بالقياس الستيني، يعني سين بالدرجات والدقائق والثواني، نكتب الدائر زي ما هو 2 و27 دائر، نضرب في 180 ونقسم على الباي طالما 60 بتساوي. تعال نعمل الكلام ده بالآلة. طيب لو جينا نعمل الكلام ده بالآلة، شرطة كسر 2.27 27 في 180 في 180 على الباي شيفت مع اكس 10 بيساوي 130، انا عاوزها بالدرجات والدقائق والثواني، يبقى نضغط كومات،
130 درجة وثلاث دقايق، والواحد ما يديش الواحد والواحد، يبقى خلاص وواحد واربعين ثانية. تمام، يبقى نقول له 130 درجة وثلاث دقائق وواحد واربعين ثانية. ليه ما قربناش خليناها 42؟ علشان الواحد ده ما يديش بخيل. تمام، طيب ننتقل الى السؤال التالي. طيب نيجي اللي بعديها، س بالدرجات بتساوي 3.5. انا ممكن النص نكتبه 5 من 10، يبقى 3.5 كده. تمام، انا على 3.5 عاوز نحولها ل 60، يبقى نضرب البسط في 180 والمقام نخليه باي. تعال نعمل الكلام ده بالآلة. طيب نعمل الكلام ده بالآلة يا أستاذ. س شرطة كسر، سالب 3.5 في 180 على باي. باي اللي هي شيفت مع اكس، هي شيفت مع اكس 10 بيساوي الكلام ده، اضغط كومات عشان اتحولها درجات ودقائق وثواني، يعني 200 درجة 32 ثانية دقيقة وتقريبا 7 ثواني. تمام، طيب يبقى سالب 200 درجة تمام و32 دقيقة و7 ثواني. تمام، ننتقل إلى السؤال التالي. طيب في سؤال 4 بيقول لك أوجد القياس الستين والقياس الدائري. تمام، يعني عاوز القياسين. تمام، للزاوية المركزية التي تحصر قوس طوله في دائرة طول نصف قطرها نق في كل من الحالات. تعال أول مثال نجيبه له الحالتين، عاوز القياس الدائر. نعرفين إن الزاوية المركزية بتساوي طول القوس على نصف القطر من المثلث اهو، عشان هي ده هو اللي هنشتغله بيه المسائل كلها. قلنا ان سيتا الزاوية المركزية بالقياس الدائري تساوي لام على نق. تمام، لام لو انت خبي السيتا دال واحدة من فوق وواحدة من تحت يبقى قسمه لام على نق. طول القوس بكام؟ ب 12. على نص القطر بكام؟ 10. 12 على 10 1.2 دائر. تمام، طيب تعال نجيبه بال60. س بالدرجات، س بالدرجات نبدأ نعمل شرطة كسر، 1.2 1.2 في 180، 180 على الباي. باي قلنا شيفت مع اكس مين؟ شيفت مع اكس 10 بيساوي، وعاوزها بالقياس الستين، يعني عاوزها درجات دقائق ثواني. نضغط كومات، يبقى 68 درجة 45 دقيقة و18 ثانية، لأن السبعة دي تدي السبعة اللي قبلها وحدة، يبقى 17 تبقى كام؟ 18. تمام، طيب يبقى 68 تمام درجة عندك 45 دقيقة و18 ثانية. تمام، طيب نبدأ في رقم 2. نجيب رقم 2، عاوزين سيتا دال. سيتا دال قلنا بتساويها الزاوية المركزية تساوي طول القوس على نصف القطر. طب طول القوس بكام؟ ب 14. على نص القطر بكام؟ ب 7. 14 على 7 فيها الاثنين دائر. تعال نجيبوها بال60، س بالدرجات بتساوي، نكتب الدائر زي ما هو، نضرب في 180 ونقسم على باي. تعال نشوفها تعمل كام بالآلة. طيب نبدأ يا أستاذ نكتب دي، 2 في 180 على باي، 2 في 180 على باي. باي شيفت مع اكس 10، شيفت مع اكس 10. لو التكينة يساوي هتطلع دي. طب انا عاوزها 60، يعني درجات دقائق وثواني، نضغط كومات. تمام، يبقى هتطلع 114 درجة 35 دقيقة و29 هتبقى 30. ليه؟ لأن الستة هتدي التسعة واحد، فال29 تبقى 30 ثانية. تمام يا أستاذ. طيب يبقى ادينا 114 درجة و35 دقيقة و30 ثانية. تمام، زي ما قلت لك إن الستة تدي التسعة واحد، فتبقى إيه؟ 29 30. تمام، ننتقل إلى 3.
بالنسبة لثلاثة نفس الكلام، عاوز الزاوية المركزية بالقياس الدائر. قلنا سيتا دال بتساوي لام على نقف، لام بكام؟ باتنين باي، على ناق بكام؟ بستة. لو جينا نختصرها على الواحد، على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها التلاتة، يبقى باي على التلاتة. عاوزها بالستين؟ ايوه تمام. قلت لك انا لو فيها باي بس اللي عليك تغير باي 180، كده انت حولتها 60، يبقى 180 على التلاتة. الصفر ينزل و18 على التلاتة فيها الستة، يبقى فيها 60 درجة. ننتقل إلى أربعة. رقم أربعة عاوزين سيتا دال بتساوي لام على ناق، لام على ناق. لام بكام؟ لام ب15 و72 من 100، على ناق اللي هي 9 و17 من 100. دي بتساوي لو جينا نعملها بالآلة تساوي 12 على 7، آسف كتبناها بالإنجليزي زي الآلة، 12 على 7. لو جينا نبسطها دي خلاص سيبها زي ما هي، تعال نحولها ل60، س بالدرجات بتساوي، نكتب القياس الدائري زي ما هو 12 على 7، نضرب في 180 في البسط ونقسم تحت على الباي. تمام. طيب تعال نعمله دي على الآلة ونشوفها تطلع بكام. طيب بالنسبة نعملوها بالآلة، تبقى 2 12 شرطة كسر، 12 واحد اتنين في 180 ونقسم على 7 باي، ننزل نقول 7 باي، الباي شيفت ماكس 10، بتساوي تقومات عشان تحولها درجات ودقائق وثواني، 98 درجة، 13 دقيقة، وعندك 17 ثانية، لأن الثمانية كريمة هتدي الستة واحد تصبح 7. تمام. طيب يبقى 98 درجة، 13 دقيقة، وعندك 17 ثانية. تمام. ننتقل إلى السؤال خمسة. طيب في رقم خمسة بيقول لك أوجد طول نصف القطر، يعني عاوز نق. تمام. في قطر الدائرة المرسومة بها زاوية مركزية سيتا وطول القوس المحصور لام في كل من الحالات. تعال نعمل المثلث اللي بيساعدنا في الحل. قلنا سيتا دال بتساوي لام على نق. ركز، هو في الحالات كلها عاوز مين؟ عاوز نق، يبقى هنخب النق كده. اتفضل، لام وسيتا دال طالما واحدة فوق وواحدة تحت يبقى قسمة، يبقى نق بتساوي لام على سيتا دال. طيب لام، لام اللي هي ب22.5 على سيتا دال اللي هي 9 على 8 باي. تمام. طيب تعال نعملها على الآلة دي ونشوفها تطلع بكام. طيب هنعمل شرطة كسر، نكتب في البسط 22.5، ننزل في المقام نعمل شرطة كسر كمان، نكتب في البسط 9 باي، 9 شيفت ماكس 10، وننزل في المقام نكتب 8. تمام. التكة يساوي، طلعت معاي كده. تمام. طلعت معاي كام؟ 6، وتقريبا خد 3 أرقام بعد العلامة العشرية. تمام. تبقى 6 علامة 3 6 6. ماشي، خد 3 أرقام بعد العلامة. طيب يبقى يا أستاذ بتساوي كام؟ 6 علامة 6 علامة 3 7. تمام. هو جرب الستة، يعني بدل ما 66 الستة تدي 1 للـ7 للـ6 فتصبح 7. تمام، يعني قربها. طيب ندخل على رقم 2 نفس الكلام، فهنقول له انت عاوز ناق. تمام. يبقى نقسم لام على سيتا دال بتساوي لام بكام؟ 38 و35، 38 و35 على سيتا دال. سيتا دال 7 6 7 علامة 0. تعال نعملوها باستخدام الآلة ونشوف النتيجة هتطلع كام. طيب هنجيب شرطة كسر، نكتب 38 و35، 38 علامة 35، ننزل في المقام نكتب 0 علامة،
سبعة ستة سبعة ستة سبعة، تكة يساوي هتطلع كام؟ هتطلع 50. هتطلع كام؟ 50. ننتقل إلى السؤال التالي، يبقى هتساوي 50. تمام؟ طيب ندخل على رقم 3. بالنسبة لرقم 3، ركز يا أستاذ، أنا عاوز نجيب ناق. قلنا ناق بتساوي لام أولي القوس على سيتا دال، صح؟ فركز في القانون ده، سيتا دال بالقياس الدائر وليس الستيني، لأن هنا في 3 مديك القياس إيه؟ القياس 60، يبقى لازم تحول الستيني إلى إيه؟ دائر. تعال على جنب، هنحول الستيني إلى دائر. إزاي؟ هنقول 139، أنت عاوزة دائر، يبقى خلاص اضرب البسط في باي وقسم على 180. تمام؟ طيب دي هتساوي كام؟ تعال نعمل الكلام ده بالآلة ونشوفه يطلع بكام. تمام؟ نعمل ازاي يا استاذ؟ نعمل شرطة كسر. تمام؟ شرطة كسر نكتب 139 واحد تلاتة تسعة باي شيفت مع اكس 10، شيفت مع اكس 10، نكتب في المقام 180. لو التكينا يساوي هتطلع معاك القيمة دي، اضغط اس دي هتطلع معاك دي. تمام؟ طيب اس دي خلينا في القيمة دي. تمام يا استاذ؟ طيب هنبدأ نعوض في القانون الديلي. تمام؟ يبقى كده انا كتبت لام بكام؟ ب 24 و325 من 100 من 1000 على سيتا دال. سيتا دال اهي على الآلة بكام؟ ب 139 باي على ال 100 وكام؟ و80. تعالى نعمله دي على مين؟ على الآلة. لو جينا نعمل على الآلة شرطة كسر، نكتب في البسط 24 و 325 325، ننزل في المقام نعمل شرطة كسر. شرطة كسر نكتب 139 باي في البسط، 139 باي شيفت مع اكس 10، شيفت مع اكس 10، ننزل في المقام نكتب 180، 180. تمام؟ نتكة يساوي هتطلع معي 10 علامة 02، يعني تقريبا كام؟ تقريبا 10. يبقى نص القطر تقريبا هطلع بكام؟ يبقى 10. وننتقل الى السؤال الرابع، يبقى هنقول له يا استاذ تقريبا 10. طيب ننتقل الى 4. 4 نفس الكلام، انا عندي هو عاوز ناق، صح؟ ساوي لام على سيتا دال. فلو لاحظنا ان سيتا دال لازم تكون بالايه؟ بالقياس الدائر. هو هنا مديها لك بيها في الستين، لازم تحولها. حولها ازاي الدائر؟ هنقول نكتب الستين زي ما هو، 78 درجة، 36 دقيقة، 26 ثانية. نضرب في باي ونقسم على 180. تعال نعملوها على الآلة عشان نحوله الدائر الأول. دي بتساوي لام بكام؟ 43 و92. نقسمها على سيتا دال، دينا راح نحولها الأول ونحط نتيجة هنا بعد التحويل. طيب تعال نعمله دي، حوله 78 درجة، 7 8 كومات عشان نعمل درجة، 36 دقيقة، 3 6 كومات، 26 ثانية، 26 كومات، باي شيفت مع اكس 10، شيفت مع اكس 10، ننزل في المقام نكتب 180. لو تكينا يساوي هتطلع معاك القيمة دي. تمام؟ هتطلع القيمة دي، واحد، واخد ثلاث أرقام بعد العلامة. تمام؟ طيب لو وضعنا الناتج ده في المقام تحت ال 43 و92 واتكينا يساوي على الآلة، هتطلع معانا كام؟ هتطلع معانا يا أستاذ 32. تمام؟ خد رقمين بعد العلامة تبقى 1 و37. تمام؟ تعال نعوض، نقول 43 4 على 3 و92 9 2 على، ننزل في المقام، 1 و37، 1 و37، 3 7. لو التكينا يساوي اس دي تقريبا هتطلع بكام؟ ب 32. ننتقل الى 6. طيب نيجي الرقم 6 يا استاذ، بيقول لك اوجد لاقرب جزء من 10 من السنتيمتر طول القوس. طالما عاوز طول القوس يا استاذ، هنضرب سيتا دال في ناق.
طبقا للمثلث اللي كنا بنشتغل عليه، قلنا ان سيتا دال بتساوي لام على لق، عاوز اللام دول القوس خب اللام، طالما الاتنين تحت يبقى ضرب، يبقى سيتا دال في لق. طيب نبدأ بأول وحدة، سيتا دال بكام؟ بحر 6 من 10، في نق نصف القطر بكام؟ ب12.5. لو ضربنا دول بالآلة، تعالوا نضربهم بالآلة، نبدأ نضرب يا أستاذ، بحر 6 من 10 في 12.5، 12 كده 21، آسف، 12.5 بيساوي هتطلع بكام؟ ب20، تطلع ب20. تمام يا أستاذ، ننتقل إلى 2. لو بدأنا في 2 نفس الكلام، لام تساوي سيتا دال في نق. تمام، سيتا دال بكام؟ سيتا دال ب2.43، في نق نصف القطر ب20، هتطلع بكام؟ 48 وكام؟ و6 من 10 سنتي. طيب نيجي اللي بعديها يا أستاذ، رقم 3، ركز معايا، اعمل أنت بالآلة، أنا مش هعمل بالآلة عشان الوقت بس. نيجي الرقم 3، عاوز مين هو؟ قلنا عاوز لام طول القوس، بس هنا عاوز يقرب واحنا ما قربناش، بنحتزر على الجزئية دي يا شباب. طيب سيتا دال في نق، لو لاحظنا ان هو مديك الزاوية بيها بقياس 60، هو عاوزها سيتا دال يعني قياس دائر، يبقى لازم تتحول، حولها لقياس دائر، بتساوي كام؟ تكتب الستيني، 67 درجة و40 ثانية. تمام، قلنا نضرب في باي ونقسم على 180، لو عملنا دي على الآلة هتطلع معاي كام؟ ممكن يا أستاذ إن احنا نعملها مباشرة على طول، إزاي؟ ركز معاي، نحولها باستخدام القانون عادي، سيتا دال ده بالستين، نكتب الستين زي ما هو، 67 درجة و40 دقيقة، 40 دقيقة، نحولها نضرب في باي ونقسم على 180، عادي في القانون، في نق نصف القطر بكام؟ 7.5. تعال نعمل الكلام ده على الآلة ونشوفه يطلع بكام. نبدأ نكتب على الآلة، 67.67 كومات عشان نكتب درجات، و4 دقائق و40 دقيقة، 40 دقيقة كومات عشان نكتب في باي. الباي شيفت مع اكس 10، شيفت مع اكس 10 في 7.5، ننزل في المقام نكتب كام؟ 180. لو اتكينا يساوي هتطلع كده مع اس دي، ركز هو عاوز يقرب الاقرب عدد 10. نيجي لتاني رقم اللي هو الخمسة بعد العلامة، كريم يدي التمانية 1، فالتمانية تصبح 9، يبقى الناتج هطلع 8.9 من كام؟ من 10. ننتقل إلى 4، نفس الكلام، 10.4، انت عاوز مين؟ عاوز لام يساوي سيتا دال في نق. طيب سيتا دال ركز ان بالقياس الدائر، هو عضيها ليك بالستين، لازم نحولها، تبقى 104 درجة، 58 دقيقة، 6 ثواني. حولها ازاي؟ ان انا نضرب في باي ونقسم على 180، كده حولتها لدائر في خلال المسألة. في نق نص القطر بكام؟ نص القطر ب15، بتساوي، تعال نعمل دي على الآلة. طيب هنعمل شرطة كسر، 104 درجة كومات، 58.5 8 كومات، عشان نعمل دقيقة، 6 ثواني 6 كومات. تمام، في باي، باي شيفت مع اكس 10، شيفت مع اكس 10 تعمل الباي، في 15 ونقسم على كام؟ نقسم على 180. لو اتكينا يساوي هتطلع معايا، نيجي لتاني رقم بعد العلامة اللي هو التمانية، 8 كريم يدي الأربعة 1، فتصبح الأربعة 5، يبقى 27.5. تمام، يبقى الناتج 27.5. ننتقل إلى سؤال 7. طيب بيقول لك أوجد محيط الدائرة التي فيها قوس طوله، مديك طول القوس لام ويقابل زاوية محيطية، ركز إن هو عطيك المحيطية وأنا دايما بنشتغل على المركزية، فالمركزية ضعف المحيطية، فالمحيطية ب45 يبقى المركزية ب90، كديها مرتين. تمام، طيب عاوز محيط الدائرة، يبقى لازم نجيب نق، لأن محيط الدائرة تساوي 2 باي نق، يبقى لازم نجيب نق،
نجيب نبق ازاي؟ من القانون بتاع المثلث. المثلث اهو سيتا دال بتساوي لام على نبق. انت عاوز نبق، خب النبق كده، اتفضل وحدة فوق وحدة تحت، يبقى قسمة، يبقى لام على سيتا دال بتساوي لام طول القوس قلب 12 على سيتا دال. ركز، سيتا دال يعني عاوز الزاوية بالقياس الدائر، انت جيبها بالستين. تعال نحولوها، نجيب سيتا دال بالدائر، قلنا نكتب الستين زي ما هو، نضرب في باي ونقسم على 180، على 90 فيها الواحد، على 90 فيها الاثنين، يبقى باي على الاثنين. باي على الكام؟ على الاثنين. باي على الاثنين، تمام. عشان نشيل الاثنين من المقام، نضرب المقام في اثنين والبسط في نفس اثنين، عشان ما فيش حد احسن من حد. دي باي باي، يبقى 2 في 12 ب 24 على الباي. تعال نشوفوها بكام بالآلة، لو عملناها على الآلة 22 على شيفت اكس 10 هتطلع معاك كام؟ 48. لا آسف، تعال نعملوها على الآلة. لو جينا نعملوها على الآلة 24 2 4 على الباي على شيفت اكس 10 بتساوي، هتطلع معايا كده تمام، هتطلع معايا 7 و6 في، بحط الدايرة 2 باي نق 2 باي شيفت مع اكس 10 في نق نص القطر. انا لسه جايب الناتج وضاربه اهو، يعني مش هنضربه تاني، نتكه يساوي، هطلع كام؟ 48. 48 تعال نعملوها بالخطوات عشان الامور تكون ايه؟ تكون بسيطة تمام. يبقى نقول لمحيط الدائرة بيساوي 2 باي نق، يبقى 2 باي في نق جبناها بكام؟ ب 24 على الباي. تعال نختصر، الباي مع الباي 2 في 24 ب 48 سنتي. ننتقل الى 8، بيقول لك اوجد القياس الدائري والستيني، الدائري والستيني لزاويه مركزيه. انا عاوز الزاويه بالقياس الستيني وبرضه عاوزها بالقياس الدائري. تحصر قوس عندك طوله 3 أمثال طول نصف القطر دائرته، يعني طول القوس يساوي 3 أمثال نص القطر، يساوي 3 من نص القطر تمام دائرته. تعال نجيب سيتا دال، سيتا دال بالدائر يساوي لام على نق. عاوز تعمل المثلث اهو، سيتا دال بتساوي لام على نق. انت عاوز مين؟ عاوز سيتا دال، يبقى تخبي لي السيتا دال، وحده فوق وحده تحت، يبقى قسمه. لام على نق، لام اللي هو بثلاثة نق على النق، النق مع النق يساوي 3، ده بالقياس مين؟ الدائر. طب انا عاوزها بالقياس الستيني، بسيطة، سيتا بالستين، نكتب الدائر زي ما هو بس نضرب في 180 ونقسم على الباي تمام، دي بتساوي. تعال نعملوها على الآلة ونشوفوها تطلع كام. نبدأ يا أستاذ نعمل على الآلة شرطة كسر، 3 في 180 على الباي شيفت اكس 10، شيفت اكس 10، نتك يساوي هتطلع معايا. ركز، هو عاوز قياس 60 يعني درجات ودقائق وثواني، نضغط كومات، يبقى 171 تمام، يبقى هتطلع معايا 171 درجة، 53 دقيقة، والأربعة دي ما تديش الأربعة تمام لأن بخيلة، و14 ثانية هتفضل زي ما هي تمام يا أستاذ. ننتقل إلى 9، نيجي الرقم يا أستاذ 9، نمسح بس. يقول لك إذا كان قياس زاوية مركزية في دائرة يساوي، يبقى أعطيك سين الزاوية المركزية بس بالقياس الستين، يبقى قال لي وتحصر قوسا طوله، اعطيني طول القوس يعني لام. اوجد طول قطر الدائره، طول القطر هنجيب نص القطر الاول بعد كده نضربه في اثنين ماشي. ركز ان هو عاوز نق، قلنا النق تساوي ايه؟ تعال نعمل المثلث اهو، قلنا سيتا دال بتساوي لام على نق. هو عاوز نق، خب النق، وحده من فوق وواحده من تحت، يبقى قسمه لام على سيتا دال. طيب لام بكام؟ اعطيها لي بسبعة على التلاتة باي على سيتا دال، سيتا بس اعطيها لي بالقياس الستيني، لازم تتحول، حولها ازاي؟ نضرب في باي
105 نضربها في باي ونقسم على 180، تمام؟ طيب فركز ان الباي دي هتطير مع الباي دي، تمام؟ كده اتفضل معي كام؟ في البص 7 على 3، والمقام اتفضل معايا 105 على 180. تعال نعملوها على الآلة ونشوفوها تطلع بكام ونضرب في 2، تمام؟ تعال نعمل شرطة كسر. الكسر الأول 7 على 3 على 3، نطلع قدام الكسر ونقول على شرطة كسر كمان 105 105 على 180. لو اتكينا يساوي هتطلع كام؟ 4، ده نص القطر. طب هو عايز القطر كامل، يبقى تضربها في 2 تصبح 8، تمام يا أستاذ؟ يبقى هتطلع ب 4، ده بالنسبة للنق. بالنسبة لمين؟ النق. طب هو عاوز 2 نق، يعني عاوز القطر كامل. خلاص اضرب نق في 2، 2 في 2، 2 في 4 بكام؟ 8 سم. وصلت؟ ننتقل إلى 10. طيب نيجي ل10 يا أستاذ، بيقول لك هي مثلث قياس إحدى زواياه 60. تعال نعمل المثلث إحدى زواياه 60، وقياس زاوية أخرى منها يساوي باي على 4. طيب دي بقى دائرة عايز نحولها ل 60، اقلب الباي إلى 180، 180 على 4 فيها 45. يبقى عندك 60 و 45، يبقى 100 وكام؟ 105، يبقى تفضل 75. يبقى التالتة ب 75، أوجد القياس الدائري والقياس ال 60 للزاوية الثالثة. يبقى لو جينا نجيب القياس الستيني هنقول له إيه؟ والله مجموع زوايا المثلث 180، هنشيل منهم كام؟ هنشيل منهم الزاويتين اللي هي 45 زائد 60، هتطلع ب 75. ده القياس مين؟ الستيني. تعال نجيبوها بالدائري. القياس الدائري يساوي ان انا ناخد الستين 75 نضربها في باي ونقسم على 180، تمام؟ طيب لو جينا نختصرها يا استاذ، على 15 فيها الخمسة على 15 فيها ال 12، يبقى 5 باي على ال 12. ننتقل الى السؤال 11. طيب بيقول لك شكل رباعي قياس احدى زواياه، معطي لك سيتا واحد بس بالقياس الدائر، وقياس زاوية أخرى فيها عندك سيتا 2 بس بالدائر، وجالي التالتة أعطاها لك مين؟ بالستيني، تمام؟ فهنحول الستيني لدائر، تمام؟ طيب يبقى ركز معاي، لازم تحول الدائر الأول إلى ستيني والدائر الثاني إلى ستيني، تمام؟ وعندك التالتة بالستيني، يبقى عندك ثلاث زوايا في شكل رباعي، تقدر تجيب الرابعة 360 ناقص مجموع الثلاث زوايا، تمام؟ يبقى نبدأ نجيب سيتا واحد بالستيني، سيتا واحد بس بيه بالستيني بتساوي، نكتب الدائري زي ما هو 11 على 6، 11 على 6، نضرب فوق في باي في 180، آسف عايز نحولها لستيني، يبقى نضرب فوق في 180 وتحت نضرب في باي. لو عملناها على الآلة يا أستاذ هتطلع معايا كام؟ هتطلع معايا 100، تطلع معايا 105. نيجي لستة اتنين بيه بالستين، نفس الكلام بس ارفع الكسر، المقام زي ما هو 9، 2 في 9 ب 18، 18 وزائد 4 يديك 22، 22، عايز نحولها لستين يبقى نضرب فوق في 180 ونقسم تحت على مين؟ على الباي. لو عملناها على الآلة هتطلع معاك كام؟ لو عملناها على الآلة هتطلع كام؟ 140 درجة. تاني سيتا 2 هنرفع الكسر هطلع معايا 22 على 9، تمام؟ طيب عايز نحول 60 نضرب فوق في 180 وتحت في باي تطلع ب 140، وانا معايا سيتا 3 بيه بالستيني اللي هي بكام؟ 45. طيب تعال نجيب القياس الرابعة، القياس لسيتا 4 بالستيني، هنقول لمجموع زوايا الشكل الرباعي 360 درجة، هنشيل منهم مجموع الثلاث زوايا 105 زائد 140 زائد 45. تعال نعملهم على الآلة ونشوفهم يطلعوا كام. عملناهم على الآلة يا أستاذ هتطلع معاك بكام؟ ب 70، ده بالقياس الستيني. تعال نجيبوها بالقياس الدائر،
خلاص ناخد الستين زي ما هو، بس نضرب في باي ونقسم على 180. تمام، تعال نختصرها، ولا تعال نعملوها على الآلة عشان الأمور تكون أبسط. لو فتحنا الآلة يا أستاذ وكتبنا شرطة كسر 70 باي شيفت مع إكس 10 على 180 على 180، والتكينة يساوي هتطلع معاك 7/18 باي. لو ضغطنا اس دي هتطلع معاك 1.22، تمام، اللي هي هتطلع زي ما مكتوبة في الإجابة لو عايزين نعملوها على هيئة كسر. تمام يا أستاذ. طيب لو بصينا في الإجابات كاتبها 11/9. طيب لو جينا كتبنا 11/9 هل هتديني نفس الناتج اللي قدامي؟ تعال نشوف. 11/9 تك يساوي، اعطتني الناتج اللي هو الاول، بس الاثنين كانت متكررة فاعملها لك على هيئة ايه؟ دائر. تمام، ننتقل الى السؤال التالي. طيب هنا في 2 بيقول لك زاويتان مجموع قياسيهما 70 والفرق بينهما باي على 5، اوجد قياسهما بتقدير الستين والدائري. لو افترضنا ان الزاويتين هما س وصاد، تمام، لان احنا ما نعرفهمش، بيقول لك مجموعهم، خلاص يبقى مجموعهم س زائد صاد ب70. تمام، طيب والفرق بينهما باي على 5، حولها ل 60 عشان يبقى ايه كلهم 60، شيل الباي وضع 180. 180 على 5 فيها الكام؟ فيها ال 36، يبقى ب 36 بال 60، والفرق بينهما يبقى س ناقص صاد يساوي 36. هنحل المعادلتين دول بالحذف، تمام، نجيبهم تحت بعض، طب س ناقص صاد يساوي 36، دي هتطير مع دي، س وس يبقى 2 س بتساوي 0 و6 6 و7 و3 10، يبقى 2 س يساوي 106. عشان نخلص من اللي قدام الس نقسم عليه يمين وشمال، يبقى الس بتساوي 106 على 2 فيها الكام؟ فيها ال 53، يبقى الزاوية الأولى ب 53. لو عاوزها بالدائر خلاص ال 53 دي اضربها في باي وقسم على 180. لو عملناها بالآلة هتطلع كام؟ هتطلع يا أستاذ 57 باي على 180. طيب أنت جبت الأولى بكام؟ 53، هو بيقول لك مجموعهم 70، خلاص عوض في المعادلة الأولى عن س ب 53 اللي هي المعادلة الأولى س زائد ص ب 70. هنشيل س ونضح قيمتها 53 زائد ص بتساوي 70. عدي دي عكس الإشارة، يبقى ص تساوي 70 ناقص 53 تساوي 17 درجة، يبقى ص بالستين ب17 درجة. تعال نحولها دائر، ص بالدائر بتساوي 17، نكتب الستين زي ما هو، نضرب في باي ونقسم على 180، هتطلع معي كام؟ 17 على 180 باي. تمام يا أستاذ، ننتقل إلى سؤال 13. طيب 13 بيقول لك ايه؟ زاويتان متكاملتان. يعني ايه متكامل؟ لو احنا ما نعرفش الزاويتين فهنسميهم س وص، معنى ان هما متكاملتين يعني مجموعهم 180، ده المقصود بالتكامل. تمام، طيب والفرق بينهما بين قياسيهما باي على 3، حولهم ال 60، شيل الباي وحط 180. 180 على 3 فيها ال 60، الفرق ما بينهم يعني س ناقص ص بيساوي 60. أوجد قياس الزاويتين بالتقديرين الستين والدائر. تمام، هنحل المعادلتين، تبقى س ناقص ص بتساوي 60، بالحذف دي هتطير مع دي، أنا أجمع س وس يبقى 2 س بتساوي عندك 0 و0 0 و18 زائد 6 24، يبقى 240 عشان نشيل اللي قدام الس نقسم عليها يمين وشمال، دي باي باي، يبقى الس بتساوي 240 على 2 100 وكام؟ 120. يبقى بالقياس الستيني الزاوية الأولى ب 120، تعال نجيب الثانية بال 60. بيقول لك س زائد ص ب 180، طب جبنا س ب 120، 120 زائد كام يدينا 180 زائد 60، يبقى ص ب 60. تمام؟ طيب تعال نحول دي لدائر، فس بالدائر بتساوي، نكتب ال 60 زي ما هو ونضرب في باي ونقسم على 180. تمام؟ على ال 60 فيها ال 2 على ال 60 فيها ال 3. يبقى 2 باي على 3. نيجي لدي، س
سي صاد عاوزينها بيها بالدائر بتساوي، نكتب الستين زي ما هو، نضرب في باي ونقسم على 180. على الستين فيها التلاتة، على الستين فيها الواحد، يبقى باي على التلاتة. تمام، ننتقل إلى 14. طيب ركز معي في 14، بيقول لك في الشكل المقابل له، إذا كانت مساحة المثلث، تمام، ميم ألف باء، ميم ألف باء بكام القائم الزاوية في ميم تساوي 32، يبقى المساحة من جوه ب 32 سنتيمتر مربع. فأوجد محيط الشكل المظلل، تمام، فأوجد محيط الشكل المظلل مقربا الناتج لأقرب رقمين عشرين. طيب ركز معي عشان نجيب محيط الشكل، يبقى أنا محتاج دي ومحتاج دي، ودول عبارة لو جبت نق يبقى جبتهم لأن أنصاف أقطار، تمام، ومحتاج ايه القوس ده، نجيب القوس ألف ب. طيب وحدة وحدة يا أستاذ، هنستفاد من المساحة من المعطى المدي لي، مساحة المثلث تساوي نص طول القاعدة في الارتفاع. أنا قلت لك لما يكون المثلث قائم فضلع ينفع قاعدة والتاني ينفع ايه ارتفاع، خدها قاعدة طوال حياتك. المساحة ب 32 بتساوي نص القاعدة، القاعدة عبارة عن نق والارتفاع الثاني الناحية الثانية عبارة عن نق. ليه؟ لأن أنا قلت لك طالما المثلث قائم يبقى واحد من بتوع القائمة ينفع قاعدة والثاني ينفع ارتفاع، هما الاثنين عبارة عن صف أقطار. طيب عشان نخلص من الاثنين دي، من نص ده نضرب في المعكوس الضرب الناحيتين، هنا في الاثنين وهنا في الاثنين، فالنص يكل الاثنين، ونق في نق بنق تربيع بتساوي 2 في 32 ب 64، يبقى نق بتساوي جذر ال 64 التربيع 8. تمام، المفروض زوجة نضع موجب او سالب، لكن ركز ان ده طول ما ينفعش يكون بالسالب. يبقى جبنا النق بكام؟ يبقى جبنا ده ب 8 وده ب 8، كده فاضل لك شغل تجيب طول القوس ده. ركز ان الزاويه دي زاويه مركزيه، ليه؟ لان راسها عند المركز، واحنا قلنا ايه علاقه الزاويه المركزيه بالقوس اللي تحصره؟ والله المركزيه كد القوس، فالمركزيه ب 90، يبقى القوس الثاني بكام؟ ب 90. تمام، يبقى طول القوس ده بكام؟ ب 90. بس ركز معايا، ال 90 ده بالقياس مين؟ بالقياس الستيني، وانا عاوزها بالدائر سيتا، طول القوس لام بالدائر. انا جبت قياس القوس وليس طول القوس، ركز، انا جبت قياس القوس وليس طول القوس، انا جبت قياس القوس طلع معايا ب 90، لكن انا عاوز نجيب طول القوس. نجيبها ازاي؟ ركز معايا، يبقى طول القوس اللي هو لام، قلنا لام تساوي ايه؟ والله تساوي سيتا دال في نق. تمام، سيتا جبناها بكام؟ ب 90، سيتا دال قياس الزاويه المركزيه ب 90، بس عاوزها بالقياس الدائر، يعني نضرب في باي ونقسم على 180 في نصف القطر 8، دي بتساوي كام؟ تعال نختصر، على 90 فيها الواحد، على 90 فيها الاثنين، على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الاربعة، يبقى 4 باي. تمام، 4 كام؟ باي. يبقى انا جبت لام ب 4 باي، واحنا قلنا محيط الشكل عبارة عن 2 نق، نق ونق، يبقى 2 نق زائد اللام، يبقى 2، محيط الشكل عبارة عن نق زائد نق اهو زائد ده زائد طول القوس لام. طب نق بكام جبناها؟ ب 8 زائد 8 زائد طول القوس جبناه بكام؟ ب 4 باي. تعال نعمله 8 و8 16، 16 زائد 4 باي. تعال نعملوها على الآلة، لو بدأنا نعملوها على الآلة، 8 زائد 8 زائد 4 باي، 4 شيفت اكس 10 بتساوي 28 و 566. تمام، تعال نبص في ال 28 وخد رقمين بعد العلامة اهو، 28 الناتج كام؟ وخد رقمين يبقى 56. تمام، بس كده يا استاذ، ننتقل الى 15. طيب لو جينا ال 15 بيقول لك س ص قطر في دائرة، يبقى هنعمل دائرة ونعمل س ص قطر فيها. يعني قطر، القطر دايما هنمرره بالمركز. تمام، في دائرة ميم طول طوله كام؟ طول القطر ده 18، يبقى النص ده ب 9 والنص ده ب 9. رسم الوتر صاد عين،
وتر صاد عين، صاد عين مثلا، بحيث أن قياس زاوية س ص ع س ص ع دي بكام؟ بعشرة، يبقى دي بعشرة. تمام. طيب أوجد طول القوس الأصغر اللي هو س ع، عاوز طول القوس ده. أنا الأول نجيب قياس القوس يا أستاذ، نجيب إزاي قياس القوس؟ والله دي زاوية محيطية، إيه علاقة الزاوية المحيطية بالقوس بتاعها؟ والله القوس كد المحيطية مرتين، فالمحيطية ب10 يبقى القوس كديها مرتين بكام؟ ب20. بس ركز، أنا جبت قياس القوس وليس طول القوس. قياس القوس جبته ب20. تعال نجيب طول القوس، طول القوس بيساوي إيه؟ بيساوي سيتا د في نق، اعمل المثلث اهو، يبقى سيتا د تساوي لام على نق. تعاوز مين؟ عاوز لام خبيها اتنين تحت، يبقى ضرب، يبقى سيتا د في نق. طيب سيتا د دي الزاوية المركزية، طب انا عندي الزاوية المركزية بس نقدر نعمل عمل، العمل ان انا نوصل، العمل نصل المركز ميم بعين اهو، تعال نوصل ميم بعين. يبقى ركز ان الزاوية دي زاوية مركزية لها القوس سين عين، والزاوية دي محيطية لها نفس القوس سين عين. ايه علاقة المركزية بالمحيطية؟ والله المركزية كد المحيطية مرتين، فالمحيطية ب10 يبقى المركزية ب20. يبقى المركزية ب20، انا اعوض عنها ب20 لان سيتا دال يعني الزاوية المركزية بس بالقياس الدائر، لازم تتحول للدائر، نضرب في باي ونقسم على 180. في نق نصف القطر بكام؟ ب9، لأن القطر كله ب18. تعال نعمل الكلام ده على الآلة. عندك صفر مع الصفر، على التسعة فيها الاتنين، على التسعة فيها الواحد، الاتنين مع الاتنين يتفضل الباي. تمام. والباي كنا نعرفه تقريبا 3.14 من كام؟ من 100 سنتي. تمام يا أستاذ، ننتقل إلى السؤال 16. طيب ركز معي في 16، بيقول لك في الشكل المقابل ألف باء وألف جيم ممثل للدائرة، ألف باء وألف جيم مماس، دايما التماس يا شباب في نقطة واحدة. تمام. طيب قياس زاوية جيم ألف باء دي ب60، أعطيك إن ألف باء ب12، يبقى ده ب12 ليه؟ لأن الممسان للدائرة من نقطة خارجها مالهم متساويان. أوجد أقرب عدد صحيح طول القوس الأكبر ده. طب عشان نجيب الأكبر لازم نجيب الأصغر، ليه؟ لأن يا أستاذ الدايرة كلها 360، لو عرفت الصغير هنعرف الكبير. نشيل الصغير من 360 يديني الكبير، تمام؟ طيب ركز معايا. أولاً ألف باء مماس وميم باء نص قطر، علاقة المماس بنص القطر متعامدان، يبقى الزاوية دي ب90. نفس الكلام ألف جيم ده مماس وميم جيم ده نص قطر، علاقة المماس بنص القطر متعامدان، يبقى الزاوية دي ب90. ركز، انا ثبت ان زاويتين متقابلتين متكاملتين، يعني مجموعهم 180، يبقى الشكل الف ج م ب رباعي دائري. من خواص الرباعي الدائري ان كل زاويتان متقابلتان متكاملتان، يعني دي ب60 يبقى اللي قصادها تكملها 180، 180 شيل منهم ال 60 يبقى دي ب120. تمام. طيب دي زاويه مركزيه، ميم زاويه مركزيه، ليه؟ لان راسها على مركز الدائره. طب والزاوية المركزية علاقتها ايه بالقوس بتاعها؟ بتساويه، يبقى القوس ده بكام؟ ب120. القوس ده بكام؟ ب120. طب انت جبت القوس ده ب120، تقدر تجيب طول قياس القوس الثاني؟ قياس القوس وليس طول القوس، قياس القوس اللي هو مين؟ قياس القوس مين؟ باء جيم الأكبر بيساوي 360، الدايرة كلها نشيل منها الحتة دي اللي أنا جبتها 120، بتساوي 0 ناقص 0 0 و6 ناقص 2 4 و3 ناقص 1 2، يبقى 240. يبقى ده بيمثل مين؟ قياس القوس وليس طول القوس. تعال نجيب طول القوس. طول القوس من المثلث يساوي ايه؟ يساوي سيتا د في نق. سيتا د في مين؟ في نق. طيب لو لاحظنا في القانون ده يا استاذ ان انا عندي السيتا د تمام، لكن ما عنديش نص القطر، لازم نجيب نص القطر اللي هي دي او دي. قلنا ألف باء مماس وألف جيم مماس، قلنا الممسان مالهم متساويان، يبقى لو عندي ممسان من نقطة خارج دائرة علاقتهم ببعض متساويان، يعني ده ب 12 فده هيكون ب 12.
ايه رأيك لو عملنا عمل وصلنا جيم بمين بباء؟ وقلت لك ده ب60 وده مثلث متساوي الساقين، يبقى زوايا القاعدة مالها متساوية، فدي كد دي ال 180 خدنا منهم 60 يتفضل 120، قسمهم على الزاويتين يبقى ده ب60 وده ب60. نلاحظ ان المثلث فيه 3 ستينات يبقى متساوي اللي هي الاضلاع، يبقى ده ب12 ده ب12 ده ب12، يبقى ج ب ب12. ايه رايك كده؟ انا عاوز لازم نجيب نص القطر. هنعمل ايه؟ هنعمل عمل، هنسقط عمود كده على ب ج، عمود يعني يصنع زاويه قائمه. ركز ان م ج و م ب انصاف اقطار، وانصاف الاقطار مالها متساويه، فلو لاحظنا ان م ب ج ده مثلث متساوي الساقين، واحنا قلنا العمود الساقط من راس المثلث المتساوي الساقين بيعمل ايه للقاعده؟ بينصف القاعده، فده كله ب12، يبقى دي بكام ودي بكام؟ دي ب6 ودي ب6، تمام. طيب لسه ما جبتش نص القطر. ركز ان احنا عملنا عمل، ايه العمل ده؟ ان احنا وصلنا ج ب، فركز ان الزاويه دي بكام؟ ب60، وانا قايل لك ان الزاويه دي 90، لان ده مماس وده نص قطر، يبقى الزاويه ما بينهم 90. خدنا من ال 90 60، يتفضل كام؟ 30، صح؟ طب احنا قلنا ايه في المثلث؟ ركز معايا، انا هنشتغل على المثلث ده القائم هنا، لان ده عمود يبقى قائم. المثلث ده عاوز تجيب دي ب 30 عادي، دي ب 60، يبقى دي كلها ب 90، يبقى دي ب 30. عاوز تشتغل على المثلث ده عادي، ما فيش مشكله. انا هنشتغل على المثلث القائم ميم، سمي دي مثلا دال ميم دال باء، تمام. طيب بص معايا، احنا قلنا الضلع المقابل للزاويه 30 يساوي نص الوتر، فلو اعتبرنا ان الضلع المقابل للزاويه 30 اسمه س، هنفترض ان س يساوي نص الوتر، يبقى الوتر عباره عن 2 س، لان نص ال 2 س يدي س، تمام. تعال نطبق فيثاغورس. انا كل هدفي ان انا نجيب ميم باء. ميم باء يمثل ضلع ولا وتر؟ يمثل وتر، لان اقصد الزاويه القائمه، تمام. يبقى ميم باء لو عاوز الوتر نربع ونجمع وناخد الجذر، ربع السين لما تتربع سين تربيع، والستة لما تتربع ب36، كل ده بناخد كل ده بيساوي د تربيع، مين بقى تربيع اللي هو 4 سين تربيع، تمام يا أستاذ. صفر، طب 4 سين تربيع دخل دول عكس الإشارة، ناقص سين تربيع ناقص 36 بيساوي 0، تمام. طيب يبقى عندك 4 س تربيع، شيل منهم س تربيع، يبقى 3 س تربيع ناقص 36 بيساوي 0، عدد عكس الإشارة، يبقى 3 س تربيع بتساوي 36، هنقسم على 3، على 3 دي مع السلامة، يبقى س تربيع بتساوي 36 على 3 فعلا 12، تمام. طب عشان نشيل التربيع ناخد الجذر، يبقى المفروض موجب أو سالب جذر 12، ال 12 عبارة عن 4 في 3، يبقى س يساوي 2 جذر 3 بالموجب لأن ده طول. طيب يبقى نص القطر نضربه في 2، احنا جبنا س ب2 جذر 3، يبقى نص القطر هنشيل الس ونعوض عنها بكام؟ ب2 جذر 3، تصبح 2 في 2 جذر 3 تساوي 4 جذر 3، تمام. طيب ده بيمثل مين؟ ناق. تعال نعوض، سيتا دال سيتا جبناها ب240، بس للاسف بيع بالقياس ال60، يبقى نضرب في باي ونقسم على 180 عشان نحولها لميم الدائر. في نق جبناها ب4 جذر 3، تمام. صفر ده يطير مع الصفر ده، على الستة فيها الاربعة، باي على الستة فيها التلاتة، في 4 جذر 3. تعال نعمل الكلام ده على الآلة، دي بتساوي 4 × 4 = 16 جذر 3 باي على التلاتة. تعال نعملوها بالآلة ونشوفها تطلع كام. طيب نبدأ يا أستاذ، نعمل شرطة كسر، نكتب 16 جذر 3، نطلع بره الجذر، باي شيفت مع اكس 10، شيفت مع اكس 10، ننزل في المقام نكتب 3، بتساوي تقريبا 29. بص معاي، هو بيقول لك عدد صحيح، اول عدد صحيح عند 9، نيجي للصفر بعدين ما يدش لانه بخير، يبقى يتفضل 9
20 بس كده يا استاذ، ننتقل الى 17. طيب هنا يا استاذ في 17 بيقول لك ا ب ج مثلث قائم الزاويه في ج. تمام، لو جينا نعمل مثلث قائم الزاويه في ج كده مثلا، تمام، قائم الزاويه فين؟ في ج. المثلث اسمه ايه يا استاذ؟ اسمه ا ب ج، ا ب ج مرسوم داخل دائره. يعني ايه المثلث مرسوم داخل دائره؟ يبقى لازم الدائره تمر بالتلات رؤوس بتوعها. فكده هي الدائره مش مظبوطه، معلش يا شباب، بس هي مشوها وخلاص دائره، هي مش دائره بس مشوها دائره. يبقى لازم الدائره تمر بالراس الاولى والراس الثانيه والراس الثالثه. تمام، طيب الزاويه قائمه وين؟ هنا. طيب ركزوا معاي، فاذا كان ا ب ب 24، ا ب دي ب 24 وباء جيم ب 12، باء جيم ب 12 سنتي. فأوجد أطوال الأقواس الثلاثة، يعني عاوز القوس ده بلس القوس ده وكمان عاوز منك القوس ده، تمام؟ التي تقسم إليها الدائرة برؤوس هذا المثلث مقربا الناتج لرقم 10 1. تمام، ركز معي في المعلومة اللي عاوز نقولها ليك. طالما المثلث المرسوم جوه الدائرة في زاوية قائمة، فاعرف ان المثلث ده مرسوم في نص دائرة. يعني ايه مرسوم في نص دائرة؟ يعني الالف باء ده عبارة عن قطر، يبقى دي ب 12 ودي ب 12. تاني، لما يكون المثلث قائم ومرسوم جوه دائرة، فاعرف ان المثلث ده طالما في زاوية قائمة، اعرف ان الزاوية القائمة اقصادها الوتر. اعرف ان الزاوية القائمة اقصادها الوتر في المثلث، يبقى ألف باء هو الوتر. تمام، فدي يبقى دي المركز، فده 12 وده كام؟ 12. تمام يا استاذ. طيب ركز معي في المثال ده عشان مهم. طالما عندك المثلث قائم مرسوم جوه القوس دايرة، نستنتج ان الضلع في المثلث اللي اقصاد الزاوية القائمة يمثل الوتر. يبقى نقول له بما ان زاوية جيم قائمة، نستنتج ايه؟ نستنتج ان الضلع اللي اقصادها اللي هو ألف باء يمثل قطر. يعني قطر يعني اتنين نق. تمام، يبقى ده القطر، كلام رائع. طيب يبقى كده الوتر اللي هو ألف باء في المثلث، صح؟ لان اقصاد الزاوية القائمة. لو لاحظنا ان الضلع ده اللي هو باء جيم مش نص الوتر، نص ال 24 نص الوتر، يبقى الزاوية اقصاد الضلع ده هتكون 30، لأن الضلع اللي قصاد زاوية 30 يساوي نص الوتر. فبما أن الضلع ب 12 والوتر ب 24، نستنتج أن الزاوية جبال الضلع ب 12 ب 30، هي زاوية 30. هنقول له بما أن ب ج يساوي 12، ده واحد، و ألف ب اللي هو الوتر يساوي 24. تمام، بما ان الضلع ده ب 12 نص الوتر، نستنتج ان قياس زاوية جيم الف باء، جيم الف باء بتساوي كام؟ هي زاوية 30. يبقى الزاوية دي بكام؟ ب 30. طيب ايه رأيك لو عملنا عمل اننا نوصل جيم بميم؟ ليه؟ لان عشان نجيب القوس ده يا استاذ لازم نجيب الزاويه المركزيه دي، لان في طول القوس بتعامل مع زاويه مركزيه وليس محيطيه، يبقى انا محتاج الزاويه دي. ونفس الكلام عشان نجيب القوس الف ج لازم نجيب دي. بالنسبه للقوس ده امر سهل، لان نص دايره بكام؟ 180. تمام، طيب ركز ان الزاويه دي مركزيه، لان راسها عند المركز. القوس بتاعها ج ب، وركز ان الزاويه 30 دي محيطيه، ليها نفس القوس ج ب. تمام، يبقى ايه علاقه المركزيه بالمحيطيه؟ يبقى نقول لك قياس زاويه ج م ب، ج م ب المركزيه تساوي 2 من المحيطيه، اللي هي مين؟ اللي هي زاويه، قياس زاويه ج ا ب اللي انا جبتها ب 30. 2 في 30 ب 60، يبقى انا جبت المركزيه دي بكام؟ ب 60، دي ب 60. تمام، طيب نقدر نجيب طول القوس. ركز ان قياس القوس هيكون، والله قياس القوس هيكون مساوي للمركزيه. طب المركزيه انا جبتها ب 30، يبقى القوس ده قياسه وليس طوله ب 30.
تمام. طيب طيب نيجي نجيب قياس القوس ج ب، اول قوس ج ب او طول القوس ج ب، طول القوس لام يساوي ايه؟ لام يا استاذ تساوي سيتا د في نق. طب سيتا د انا عندي سيتا بس بالقياس الستين نحولها، تبقى ستين حولها الى دائر عشان دائما سيتا د في الدائر معلى 180 في نق. نق بعد المركز على اي نقطة على الدائرة اللي هي ب 12. تعال نختصر، على الستين فيها الواحد، على الستين فيها التلاتة، على التلاتة فيها الواحد، على التلاتة فيها الاربعة، يبقى اربعة باي. تعال نعمله اربعة باي، يعني اربعة في تلاتة واربعتاشر من مية، تلاتة واربعتاشر من مية تساوي يا استاذ 12.6. يبقى جبنا طول القوس الأول، جبنا ده. طيب تعال نجيبه ده، نجيبه ازاي؟ نفس الكلام، هنجيب الزاوية المركزية دي الأول. الزاوية المركزية دي قوسها ألف جيم، طب مش هي المحيطية لها نفس القوس ألف جيم؟ طب المحيطية أنا عندي في المثلث، ركز في المثلث الكبير ألف باء جيم، عندي 30 وعندي 90 يبقى كام؟ 120، يبقى دي ب60 من مجموع زوايا المثلث الكبير. يبقى انا جبت المحيطيه دي ب60، طب مش دي مركزيه؟ ايه علاقه المركزيه بالمحيطيه؟ المركزيه كد المحيطيه مرتين، يبقى دي ب120. يبقى الزاويه المركزيه اللي هي اذا قياس زاويه الف ميم جيم بتساوي 2 من قياس زاويه جيم باء ميم، جيم باء ميم ساوي 2 في 60 تساوي 120. كده انا جبت مين؟ ركز ان قياس القوس كد الزاويه المركزيه، علاقه القوس بالزاويه المركزيه متساويين، يبقى ده 120. تعال نبدا نجيب طول القوس، طول القوس يساوي سيتا د في نق. سيتا د الزاويه بس بيه الزاوية المركزية بس بالقياس مين؟ الدائر، أنا أعطيها بليا الزاوية المركزية بالستين، خلاص اضربها في باي وقسم على 180 واضرب في نص القطر ب 12، هنختصر الصفر مع الصفر و12 مع 12 يتفضل 12 باي، 12 باي تمام؟ 12 كام باي؟ تعال نضرب 12 في 3 و14 من 100. يبقى يا استاذ لو ضربنا 12 في 3 و14% تقريبا هتطلع ب 37.7 سنت. طيب نيجي للقوس الثاني ده، ركز معاي ان مرسوم في نص دايره بقياسه ب 180 صح ولا لا؟ خلاص تعال نجيبه اخر حاجه، لام طول القوس اللي هو مين؟ طول القوس الف باء الاسفل بيساوي سيتا دال في نق. المركزيه بكام؟ ده ب 180 يبقى المركزية ب 180، 180 بس ركز هو عاوزها بالدائر، سيتا دال يعني دائر، يبقى نضرب في باي ونقسم على 180 في نص القطر ب 12، دي بتساوي 180 في على 180 باي باي، يبقى تفضل 3.14% 3.14% في 12. تعال نشوفها بكام. ركز يا استاذ ان احنا اخطئنا في مين؟ اخطئنا في ده، ليه؟ لان انا المفروض نضرب في باي على 180، انا كتبتها 120 تحدو، دي للاسف غلط. باش نحاول ده نضرب في باي ونقسم على 180، فالصفر مع الصفر على على السته فيها الاثنين، على السته فيها الثلاثه، على الثلاثه فيها الواحد، على الثلاثه فيها الاربعه، اربعه في اثنين ب 8 باي، 8 ايه؟ باي. تمام يا استاذ، فهنا اسف على الخطا ده، يبقى المفروض دي 8 باي، 8 باي، 8 باي، 8 في 3 و14 بتساوي كام؟ بتساوي تقريبا 25.12، 25.12 تمام؟ طيب نيجي اللي بعديها، دي تساوي 3 و14 في 12 اللي هي بكام؟ ده اللي هو مين؟ ألف باء. 3 تطلع معي 37.7 تقريبا. تمام، ننتقل الى السؤال 18. طيب لو جينا ل 18 بيقول لك دائره نص طول قطرها، عندي دائره
اهي زي دي. معلش يا شباب الرسم عشان انا برسم بيدي طبعا. دايرة النصف قطرها 7، تمر بروس لو اعتبرنا ان ده المركز، تمام، وده نصف القطر، تمام، بعد المركز على ايه النقطة ده. بيقول لك تمر بالرؤوس المثلث ألف ب ج، لو اعتبرنا ان المثلث ألف ب ج كده، هذا المثلث تمر برؤوس ألف ب ج، ده طبعا المركز وده نص القطر، برضه ده نص قطر، برضه ده نص قطر. قال لك فإذا كان قياس زاوية ب ألف ج، ب ألف ج الرأس دي كلها بكام؟ ب60، كلها ب60. وقال لك إن قياس زاوية ألف ب ج، ألف ب ج دي كلها بكام؟ ب54، ب54. فأوجد أطوال أقواس الثلاثة التي تقسم إليها، التي تنقسم إليها الدالة برؤوس المثلث، يعني عاوز ده وعاوز ده وعاوز ده. طيب ركز معايا، لازم نجيب الزوايا المركزية، يعني لازم نجيب داي ولازم نجيب داي ولازم نجيب داي، تمام. طيب ركز معايا، داي نجيبها ازاي؟ هنجيبها، ركز، ان الف ب ج المحيطية اللي هي دي ب60 ليها القوس ب ج، نفس الكلام الزاوية دي مركزية ليها نفس القوس ب ج، فايه علاقة المركزية بالمحيطية؟ ضعفها، فدي ب60 يبقى اللي تحت دي ب120، يبقى الزاوية المركزية دي ب120، يبقى ب ج قياس القوس ب ج بيساوي 120 كد المركزية، لأن محيطية ومركزية علاقتهم ببعض ضعف، فالمركزية ب120 كد المحيطية مرتين، وهما الاثنين لهم نفس القوس، يبقى المركزية كد القوس، يبقى القوس ب120، تمام. طيب عاوزين نجيب طول القوس لا، طول القوس يساوي سيتا د الزاوية المركزية بالقياس الدائر في نق. طب الزاوية المركزية بالقياس الدائر كام؟ والله أنا عندي الزاوية المركزية بالستين بمية وعشرين، حولها لدائر اضرب في باي وقسم على 180 في نق، نق نص القطر بكام؟ قال لي ها في رأس السؤال ب7.5. تعال نختصر، الصفر ده باي باي مع الصفر ده، على الستة فيها الاتنين، على الستة فيها التلاتة، اتنين في 7.5 ب15، 15 على التلاتة فيها الخمسة باي، يبقى 5 باي، يبقى 5 في 3.14، اعملها على الآلة كده هتطلع معاك ب15.7 سنتي. جبنا القوس الأول اللي هو مين؟ اللي هو ب ج ده. نيجي للزاوية الثانية، لازم نجيب المركزية دي، تمام؟ فركز إن دي ب45، دي بكام؟ ب45، دي زاوية محيطية ودي زاوية مركزية ليهم نفس القوس ألف جيم، صح؟ فالمحيطية ب54 فالمركزية ضعف، يبقى نقدر نجيب دي، اضرب ال 54 في 2 بكام؟ ب108، يبقى دي ب108، المركزية اللي هنا بكام؟ ب108. طب المركزية علاقتها ايه بالقوس؟ والله كد القوس، يبقى القوس برضه ب108، ده هي قياس القوس وليس طولها. تعال نجيب طول القوس، ساوي سيتا د في نق، سيتا د المركزية لسه جايبها ب108، بس هو عاوزها بالقياس الدائر، سيتا د يعني دائر، يبقى اضرب في باي وقسم على 180 في نص القطر ب7.5، تمام. هتطلع بالآلة كام؟ 14، تطلع 14.1 سنتي. نيجي للتالتة، طيب ركز معي في التالتة، لو جينا في المثلث عندك 60 و54 يبقى 114، 100 وكام و14، يبقى فاضل كام من 180؟ فاضل يا أستاذ 66، يبقى الزاوية التالتة ب66. لو ركزنا في جيم ليها القوس ألف باء، مش إيه، وبرضو المركزية الراس عند المركز دي ليها نفس القوس ألف باء، يبقى إيه علاقة المركزية بالمحيطية؟ المركزية ضعف، يعني تضرب في 2، 66 في 2 يدينا كام؟ تدينا 132، يبقى المركزية ب132. يلا نجيب القوس ألف باء، طوله بيساوي سيتا دال في نق،
سيتا دال، انا عندي سيتا بس بالستين، ب 132، اضربها في باي عشان تحولها لدائر على ال108. ليه ضربت وقسمت؟ عشان لازم يكون في القانون بالدائر، في نص القطر ب7.5، دي هتطلع 17.3 سم. بس كده يا استاذ، ننتقل الى السؤال التالي. ندخل على ثالثا يا استاذ، مسائل تقيس مهارات التفكير. بيقول لك اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المحتاطه. اول سؤال، اذا قطع القوس المقابل لزاويه مركزيه قياسها 72، يعني لو عندي دايره كده وعندي زاويه مركزيه قياسها كام؟ 72. 72 دي زاويه مركزيه. بيقول لك ايه؟ اذا قطع القوس المقابل لزاويه مركزيه قياسها 72، يعني انا قطعت القوس ده، بص شايف القوس ده؟ قطعته يعني شلته اهو، طلعته بره، خدته من الدايره، تمام؟ طيب في دائره طول نصف قطرها النق، نص القطر ب 14، يبقى ده ب 14 ده ب 14، ثم وسني ليكون دائره، يعني خد ده عملت ايه؟ رحت واخده ثانيه خليتها دايره، اللي انا قطعته ده خدت ثانيتها خليتها عباره عن ايه؟ ليكون دائره، فان طول نصف قطر الدائره الناتج يساوي كام؟ طب تعال نجيب طول القوس اللي انا قطعته كام؟ تمام؟ تعال نجيب طول القوس اللي انا قطعته، طول القوس ل يساوي سيتا دال في نق. سيتا دال قال لي ب 72، بس ركز ده بال60 وسيتا دال دايما بالدائر، يبقى نضرب في باي ونقسم على ال180. في نق نص القطر قال لك بكام؟ ب 14. طب ركز معاي. طيب ركز ان طول القوس ده هيساوي لي الدايره دي، صح ولا لا؟ ما انا مسكت القوس ده رحت ايه؟ هات اي سلك مثلا كده، سلك شاحن طويل كده، لو لويته حوالين نفسه مش هيعمل دايره؟ اعمله كده، الوي حوالين نفسه يعمل دايره. فركز ان طول القوس ده هيساوي لي محيط الدايره دي، تمام؟ لان دي هي دي بعد الثانيه، تمام؟ طيب هنروح نجيب محيط الدايره، محيط الدايره 2 باي نق، هو طول القوس، ما انا ما غيرتش حاجه، عندي قوس رحت لفيتها خليتها دايرة، فيساوي لي 72 في باي في 14 على 180، يبقى محيط الدايرة اللي أنا ثانيتها تساوي لي طول القوس، صح ولا لا؟ طيب تعال نختصر، الباي مع الباي على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها السبعة، يبقى كده يا أستاذ نق المطلوبة بتساوي 72 في، تمام؟ في 7 على 180، هتطلع بكام؟ هتطلع ب 2.8 سنتيمتر. هنختار ب. ننتقل الى نقطة رقم 2. طيب لو جينا الرقم 2 بيقول لك دائرة مركزها ميم، هدي لك المركز ميم، وطول نصف قطرها هديك ده ب10 وده ب10، فإذا كان طول القوس ألف باء، طول القوس ألف باء ينتمي للفترة من 5 لـ6، يعني لو قلنا إن لام أكبر من الخمسة وأقل من الكبير، يبقى دايما لما تيجي تعمل متباينة فاللام أكبر من الصغير وأقل من الكبير، طب نحط يساوي؟ لأ، لأن عندك مفتوح عند الخمسة والستة مش تبعنا. طب طول القوس قانونه إيه؟ والله طول القوس بيساوي سيتا دال في نق، تمام؟ يبقى أقل من الستة وأكبر من الخمسة. سيتا أنا عندي سيتا عبارة عن سين، تمام؟ بس ركز دي بالقياس الدائري فلازم تحولها، بتضرب في باي وتقسم على 180. في نق نص القطر قال لك ب10، أقل من الستة وأكبر من الخمسة. طيب كلام رائع، هنمشي الصفر ده مع الصفر ده، تمام؟ اتفضل باي على 8. طب انا عاوز السين، يبقى نخلص من اللي جنبيها، باي على 8 نضرب في المعكوس الضرب جميع الاطراف، يعني الطرف ده نضربه في 18 على الباي معكوس ضربي، الطرف ده نفس الكلام 18 على الباي، وبرضه مفيش حد احسن من حد، 18 على الباي. نبدا الضرب، يبقى اكبر من، لو عملناها بالاله دي هتطلع كام؟ تعال نعملها بالاله، 5 في 18 على الباي هتطلع ب 28 6 من 10. طيب نعمل الناحية الثانية، 6 في 18 على الباي، 6 في 18 ننزل تحت شيفت اكس 10 بتساوي
34 و4 من عشرة تقريبا، 34 و4 من عشرة، تمام، لأن عندك السبعة تدي التلاتة واحد. طيب وين الرقم اللي يقع ما بين ال 28 و6 وال 34 و4؟ ما بينهم يعني، ده لا ما ينفعنيش ولا ده ما ينفعنيش، أي رقم ما بينهم. لو حطينا ال 90، هل ال 90 تقع ما بينهم؟ لا، ده أكبر منهم، هتعدي ال 34، دي ما تنفعش. لو وضعنا ال 60، لا ال 60 ده هتعدي ال 34، ما تنفعش. لو وضعنا ال 28 هل هتنفع؟ لا، ده ال 28 أجل قبل دي، أنا عاوز ما بينهم، ما تنفعش. لو وضعنا ال 34 تنفع، ليه؟ لأن ال 34 قبل ال 34 و4 وبعد 28 و6، يبقى هي دي اللي تنفع. ننتقل إلى السؤال 3. طيب ركز معايا يا أستاذ، رقم 3 بتتحل بستة ابتدائي. بيقول لك إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا شكل رباعي، يبقى لو افترضنا إن الزاوية الأولى س إلى الزاوية الثانية ص إلى الزاوية الثالثة ع إلى الزاوية الرابعة مثلا لام. ركز، انا معرفش الاربع زوايا، فهنسميها رموز، اي رموز من اللغه العربيه. عندك 28 حرف، ده حاجه تخصك انت. وركز معايا، هنعمل الى المجموع، الى ايه؟ المجموع بتاع زوايا الشكل الرباعي. طيب النسبه كام؟ قال لك 5 الى 4 الى 9 الى 6 الى المجموع. مجموع دول كام؟ تعال نعملوهم، 5 زائد 4 زائد 9 زائد 6، تمام؟ 5 زائد 4 زائد 9 زائد 6 يساوي كام؟ 24، يبقى المجموع 24. طيب هو عاوز الزاوية الأولى، الزاوية الأولى س، عاوز الزاوية الثانية ص، لو عاوز الثالثة عين، لو عاوز الرابعة لام، إلى مجموع زوايا الشكل الرباع كام؟ 360. يبقى أول حاجة تجيب قيمة الجزء. قيمة مين؟ الجزء. بنجيب ازاي قيمة الجزء؟ بنقسم التاني، نروح للنسبة الكاملة، النسبة الكاملة. لو جيت هنا مفيش نسبة كاملة، ولا هنا ولا هنا ولا هنا. النسبة الكاملة اللي هي 24 و360، نقسم الكبير على الصغير، اللي من تحت على من فوق، 360 على 24. تعال نعملوها على الآلة، 360 على 24 بتساوي 15. يبقى قيمة الجزء بكام؟ ب 15. هو عاوز مين؟ فإن قياس أصغر الزوايا، أصغر وحدة مين؟ 4. يبقى ناخد قيمة الجزء نضربها في 4. طب لو عايز أكبر وحدة، يبقى ناخد قيمة الجزء نضربها في أكبر وحدة 9. تمام؟ طيب هو عاوز أصغر وحدة، يبقى أصغر وحدة 4، ناخد قيمة الجزء اللي هي ب 15 نضربها في 4 بيساوي كام؟ 60. بس ركز معايا، كل الاختيار عطي لي دائر، خلاص حولها لدائر، يبقى أضرب في باي وقسم على 180. صفر مع الصفر على الستة فيها الواحد على الستة فيها التلاتة، يبقى باي على الكام؟ باي على التلاتة اللي هو الاختيار باء. ننتقل إلى 4. طيب ركز يا أستاذ في 4، عشان الأربعة فيها فكرة جميلة جدا. بيقول لك القياس الموجب للزاوية التي يصنعها عقرب الساعة مع عقرب الدقائق عند الساعة الثانية والنصف تماما. تعال نعمل الساعة الأول أهي، تمام، هنا بتكون 12، تمام، هنا وحدة، 2، 3، 4، 5، هنا بتكون 6، قصاد ال 12 6، تمام؟ طيب، وعاوز دي المركز بتاع العقارب، معنى إن الساعة 2:30 يعني عقرب الدقايق عند الستة، معنى نص يعني عند الستة، و2:30 في واحد يقول لي هنا عند الاتنين، طب 2:30 عند غلط، ليه؟ لأن معنى إن هو 2:30 يعني عقرب الساعات بين الاتنين والتلاتة، في منتصف الاثنين والتلاتة، يبقى كده الساعة 2:30، الساعات ما بين الاثنين والتلاتة في نص، تمام؟ طيب ركز معايا، هو عاوز ايه؟ عاوز الزاوية بين عقرب الدقائق والثواني. لو قلنا يا أستاذ إن دي وصلنا دي بدي، دي نص دايرة ب 180. ركز معايا إن الزوايا متساوية، يعني الزوايا ما بين كل وحدة والتانية متساوية، يعني هنا وهنا تساوي دي وتساوي دي وتساوي برضو داي وتساوي داي وهكذا تساوي داي، تمام؟ طيب يبقى عندي زاوية 2 3 4 5 6 زوايا، طب نص الدايرة كام؟ 180. نقسمهم على الست زوايا، تمام؟ داي صفر ينزل، وعندك 18 على 6 فيها التلاتة،
يبقى كل زاوية بتمثل لي 30، تمام؟ يبقى عندك دي ب30، دي ب30، دي ب30، 30، 30، 30، 30، تمام؟ طيب أنا عاوز ما بين عقرب الدقايق والثواني أو الساعات. ركز، أنا عندي إيه 2.5، فأدي لك من 6 ل 5 زاوية 30، ومن 5 ل 4 زاوية ب30، ومن 4 ل 3 زاوية ب30، تمام؟ وركز، أنا عندي نص زاوية بين الثلاثة والاثنين، ما أنا عقرب الساعات بين الثلاثة والاثنين، طب نص الزاوية بكام؟ 15. تعال نجمعوهم، طب 30 زائد 30 زائد 30 زائد 15، لو جمعنا دول هنلاقيهم كام؟ 105. يبقى الزاوية بين عقرب الساعات والدقائق عند الساعة الثانية والنصف هو كام؟ 105. لو بصينا في الاختيار هنلاقيه عطيها لي بيه؟ عطيها لي بالدائر. خلاص نحولها لدائر، ان انا نضرب ال 105 في الباي ونقسم على ال 180. هتطلع معايا كام يا استاذ لو عملناها بالاله؟ هتطلع معايا دي 7 باي على الكام؟ على ال 12، تمام؟ طيب ننتقل الى السؤال 5. طيب في رقم 5 بيقول لك إذا كان طول القوس المقابل للزاوية المركزية قياسها 60 في دائرة، يبقى عندنا دائرة، عندنا زاوية مركزية قياسها 60، عاوز طول القوس في دائرة يساوي طول القوس المقابل لزاوية 80 في دائرة أخرى. لو عندنا دائرة أخرى ودي 80، طول القوس الثاني في دائرة أخرى، فإن النسبة بين طولي نصفي قطري الدائرتين. ركز إن طول القوس في الأولى يساوي طول القوس وين؟ في الثانية يساوي، يبقى هنجيب لام في الأولى، لام واحد، ونسويه بلام اتنين في الثانية، تمام؟ طيب هو عاوز النسبة ما بين أنصاف الأقطار، لو قلنا الأولى نق واحد والثانية نق اتنين، تمام؟ طيب عندنا يا أستاذ الزاوية، تعال نحولها بالدائر في الأولى سيتا دال، لأن لام عبارة عن سيتا دال في نق، صح ولا لأ؟ لازم نجيب سيتا دال. سيتا دال في الأولى نكتب الستين زي ما هو، نضرب في باي ونقسم على 180. على الستين أو الصفر مع الصفر، على الستة فيها الواحد يتفضل الباي، على الستة فيها الثلاثة، باي على الثلاثة. طيب تعال نجيبه لام واحد يساوي سيتا دال في ناق، بالنسبة للأولى سيتا دال جبناها بكام؟ باي على الثلاثة في ناق واحد. طيب من الثانية نعملوا لها نفس الكلام، نجيبوا لها سيتا دال 80 اضرب في باي وقسم على 180. ليه؟ علشان يا استاذ نحول الى مين؟ الى دائر، هو بالستين نحول لدائر. صفر مع الصفر، الباي زي ما هو، عندك على الاثنين فيها الاربعة، على الاثنين فيها التسعة، هاتلها لام اتنين، لام اتنين يساوي سيتا دال اللي هي باربعة تسعة باي في نق، نق اتنين الدائرة الثانية. هو قال لك ان لام واحد يساوي لام اتنين، طول القوس في الاولى يساوي، خلاص نسوي العلاقتين، يبقى ده يساوي ده، نستنتج ما هو لام واحد يساوي لام اتنين، هو قال لك في المسألة، نستنتج ان ده يساوي ده، تمام؟ طيب يبقى باي على التلاتة في نق واحد، طالما لام واحد يساوي لام اتنين اليمين يساوي اليمين، نستنتج ان اليسار يساوي ايه؟ اليسار عشان نكون فاهمين بس مش حافظين، اربعة تسعة باي في نق اتنين، الباي مع الباي على التلاتة فيها الواحد، على التلاتة فيها التلاتة، يبقى كده تفضل هناك نق واحد بتساوي، هنا تفضل أربعة على التلاتة نق اتنين، أربعة على التلاتة نق اتنين. عشان نخلص من التلاتة نضرب الطرفين في تلاتة، ده في تلاتة وده في تلاتة، يبقى تلاتة نق واحد تساوي أربعة نق اتنين. وعاوز النسبة بين من مين؟ النسبة بين طولي نصفي القطرين، يعني نق واحد إلى نق اتنين، نق واحد إلى نق اتنين، ما ترجعش فاضي، نق واحد إلى نق اتنين، رحت من نق واحد إلى نق اتنين ترجعش فاضي، يبقى أربعة على تلاتة تساوي أربعة على تلاتة اللي هو الاختيار ب. ننتقل إلى السؤال التالي.
طيب رقم 6 فكرتها بسيطة، بيقول لك قياس الدائرة بالقياس الدائري أكبر من نون، حيث نون العدد الصحيح موجب فإن أكبر قيمة النون. طيب قياس الدائرة ب 360، صح، بس بالقياس الدائر. قياس الدائر يعني يا أستاذ نضرب في باي ونقسم على 180، على 180 فيها الواحد، على 180 فيها الاثنين، يبقى 2 باي، 2 باي، تمام. الاثنين باي تقريبا بكام يا أستاذ؟ بستة و تقريبا بستة، تقريبا بستة وتمانية وعشرين. الاثنين باي، الباي بثلاثة وأربعتاشر من مية. طيب بيقول لك أكبر من نون، يبقى القياس الدائري اللي هو اتنين باي أكبر من نون. قال لك نون ده عدد صحيح موجب. تعال نبدأ بالأعداد الصحيحة الموجبة. ركز، لو حطينا نون بواحد تحقق فعلا الواحد أكبر أصغر من الستة وتمانية وعشرين. لو وضعنا نون باثنين هيحقق اعداد موجبه بس، صحيحه وموجبه بس، فعلا الاثنين اصغر من 26. لو وضعنا نون بثلاثه تحقق الثلاثه اصغر من 26. لو وضعنا الاربعه اصغر فعلا من 6. الخمسه تحقق اصغر من 6. السته تحقق اصغر من 26. لو وضعنا السبعه ما تحققش. هل السبعه اقل من 26؟ لا. يبقى اخرنا السته، يبقى اكبر واحد موجب مين؟ الستة. اختار الستة، هما كلهم يحقق بس هو عاوز ايه؟ اكبر قيمة النون، يبقى اكبر قيمة النون تحقق هي مين؟ الستة. ننتقل الى سبعة. طيب هنا يا استاذ في سبعة بيقول لك المسافة التي يقطعها رأس عقرب الساعة، هنعمل ساعة، تمام. تعال نعمل ايه؟ الاقصاد بعض المتعمدين، 12 عندك هنا 3، عندك اقصاد ال 12 6، واقصاد ال 3 كام؟ 9، تمام. طيب هدي لك العقرب، يقول لك ايه المسافه الذي يقطعها راس عقرب الدقائق من السائم الذي طوله، يبقى عقرب الدقائق طوله كام؟ 8، 8، تمام، 8 سم. من الساعه السادسه، من الساعه السادسه لغايه صباحا حتى الساعه الثالثه والربع عصرا. يبقى لو جينا كتبنا دي لك واحد كده، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، أدي لك تسعة، عشرة، أدي لك 11، تمام. من الساعة السادسة حتى الساعة الكام؟ حتى الساعة الثالثة والأربعة. طيب يبقى كده ساعة، لغاية الساعة الثالثة والربع، أدي لك ساعة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، لغاية الساعة الثالثة والربع، يبقى تسعة وربع. يبقى هو مسح تسعة وربع من الكام؟ من ال 12. هو خد تسعة وربع من الدايرة كلها. يبقى هو خد يا أستاذ تسعة وربع من محيط الدايرة كلها. محيط الدايرة إيه كلها؟ خد منهم كام؟ تسعة وربع. طب محيط الدايرة 2 باي نق، تمام؟ لو قلت لك هات لي تسعة وربع من الاتنين باي نق، معنى اننا نقول لك هات لي تسعة وربع من حاجة هنحولها لضرب، تمام. يبقى تسعة وربع في اتنين في باي في نق، نص القطر اللي هو طول عقرب الدقائق اللي هو بكام؟ بتمانية، تمام. تعال نضرب دول بالآلة، نزل الباي زي ما هو عشان الاختياري في باي. يبقى نضرب تسعة وربع في اتنين في 8، الربع عبارة اعمل عن على هيئة 9 و 25 من 100، يبقى 9 و 25 من 100 في 2 في 8، لو اتكينا يساوي هتطلع 148 باي، 148 باي. عرفت ليه؟ يبقى انا عاوز 9 وربع، هو خد 9 وربع من اصل محيط الدايرة كله، محيط الدايرة 2 باي ناقص. بمعنى هتطلع 148 ايه؟ باي. بمعنى لو قلت لك هات لي 20 جنيه من مبلغ مثلا، هات لي مثلا 50% من مبلغ من ال 100 جنيه، عشان نبقوا فاهمين برضو مش حافظين. عاوز 50 من 100 من ال 100 جنيه، هتقول لي 50 من 100 في المية معناها 50 على 100، ومن هنخليها فيه، ال 100 مع ال 100 فيها ال 50، يبقى 50% من 100 عباره عن 50. عملت ايه؟ ضربت. نفس الكلام، انا هنقول لك خد 9 وربع من محيط دايره، فخلاص هنحول من الضرب والمحيط الدايره 2 باي نق ونعوض عليه، تمام. ندخل على 8. طيب ركز يا استاذ في اللي جاي علشان مهم.
فكرة الترس. طيب بيقول لك في الشكل المقابل، في مثل بيقول لك يا ابو ترس، يعني يا ابو ترس يعني انت بيا باتجاهيا، لان دايما الترس يا شباب بيدور في اتجاهيا، يعني لو ده ماشي كده يبقى التاني هيمشي كده، يعني انت بتقول كلام وتقول عكسه، تمام؟ معنى ايه ده؟ مثل شهير عندنا في مصر، يا ابو ترس، تمام. طيب بيقول لك اذا دار الترس الاكبر لفه واحده، الترس الاكبر لفه واحده، تمام، فان الترس الاصغر يدور كم لفه؟ 3 لفات. يبقى النسبه من الكبير الى الصغير 1 الى 3، تمام. فاذا دار الترس الاصغر لفه واحده، ركز ان الاكبر تلت الاصغر، يعني لو ده خد 1 ده ياخد 3، يعمل 3. طب لو ده عمل 1، ركز، لو معطين الصغير وعايز نجيب الكبير، التلاتة أصبحت 1، إيه اللي حصل لها؟ اتقسمت على 3. طب أعطيني الصغير وعايز نجيب الكبير، يبقى نقسم على 3 برضه، يبقى تلت. يبقى لو ده دار ترس الصغير لفة واحدة، التاني يدور تلت لفة، تمام؟ في الاتجاه الموضح بالسهم، فإن قياس الزاوية المركزية لدوران الترس الأكبر يساوي نقط. عاوز الزاوية المركزية للترس الأكبر. ركز ان الترس الاكبر هيدور كام؟ هيدور تلت دورة، تلت دورة، تلت دورة. الدورة كام في الدائرة؟ ما الترس عامل زي الدائرة. الدورة كام؟ 360. ال 360 ركز ان الاختيار كله باي، يعني لازم تحولها لدائر، يبقى 360 في باي على ال 180. ال 180 فيها الواحد، ال 180 فيها 2، يبقى 2 باي. يبقى هنضرب التلت في 2 باي، لان انا عاوز ايه؟ تلت من ال 360، قلت لك من حول ضرب، تمام. طيب نيجي للاتجاه، الترس الاصغر بيدور مع ضد عقارب الساعه، يعني موجب، فده عكسه، يبقى ايه؟ مع عقارب الساعه يكون سالب، ماشي. يعني نضرب تلت في 2، ده مقامها 1، بسط في بسط، مقام في مقام، يبقى 2 باي على التلاته. وين الاختيار ده؟ سالب 2 باي على 3 اللي هو الاختيار ب. ننتقل الى السؤال 9. طيب ركز معايا في 9 لانه مهم. بيقول لك في الشكل المقابل الف باء جيم دال هاء واو شكل سداسي، شكل سداسي منتظم، تمام، يعني اضلاعها كلها متساويه، طول ضلعه ب4، تمام، مرسوم داخل دائره ميم، فان طول القوس الف باء، عاوز طول القوس ده الف باء، نجيبها ازاي؟ ركز معايا، هنبدا نقسم الدائرة دي، هنوصل الرؤوس بمين؟ بمركز الدائرة، الرأس ده بمركز الدائرة، برضو الرأس ده بمركز الدائرة، والرأس ده بمركز الدائرة، والرأس ده بمركز الدائرة، وهكذا هي الباقيين دول. فكده أنا قسمت الدائرة لكم زاوية؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، والشكل منتظم، يبقى الدائرة كلها هنقسمها على 6 زوايا. الدائرة كاملة ب 360، هنقسمها على 6، الصفر ينزل، 36 على 6 فيها 6، يبقى كل زاوية ب 60، يبقى أنا كده جبت الزاوية المركزية دي تحت القوس أ ب ب 60، تمام؟ طيب ركز معايا، دي ب 60، ركز إن ده نص قطر وده نص قطر، وأنصاف الأقطار متساوية، يبقى المثلث متساوي الساقين، فدي ب 60، يبقى زوايا القاعدة متساوية. يبقى كده فاضل من 180 120، قسمها على الاثنين، يبقى 60 و60، دي ب60 ودي ب60. لاحظ ان الثلاث زوايا متساويين، نستنتج ان المثلث متساوي الاضلاع، معنى متساوي الاضلاع ان الضلع ده كد ده كد ده. طب هو عطيك ان الضلع الف ب، طول الضلع ب4، يبقى ده ب4 وده ب4 وده ب4، يبقى استفدت انا من الكلام ده، جبت نص القطر ب4. طيب انا عاوز طول القوس لام يساوي سيتا دال في نق، يبقى نجيب السيتا، بس السيتا بقياس الستين نحولها لدائري، نضرب الستين في باي ونقسم على 180، في نق نص القطر بكام؟ ب4. نختصر، صفر مع الصفر، على الستة فيها الواحد، على الستة فيها التلاتة، يبقى 4 باي على التلاتة، 4 باي على التلاتة، اللي هو الاختيار كام؟ الاختيار ب. ننتقل إلى السؤال التالي. أقسم بالله. طيب رقم 2 يا استاذ، هنا بيقول لك مستقيم يصنع زاويه قياسها باي على 3 في الوضع القياسي، يعني لو عندنا، تعال نعمل الوضع القياسي، دايما الوضع القياسي بيطلع لي بنقطه من نقطه الاصل، تمام، والضلع الابتدائي اهو على محور سين الموجب، تمام، الضلع الابتدائي والضلع النهائي اهو،
ورأس الزاوية عند نقطة الأصل. عندك الزاوية اللي بيصنعها باي على الثلاثة، باي على الثلاثة. مع الاتجاه الموجب لمحور السينات أوجد معادلة المستقيم. نعرف إن معادلة المستقيم من تالت أعداد ص تساوي م س زائد ج. وقلنا إزاي نجيب الميل بدلالة زاوية؟ قلنا بناخد الظا للزاوية، صح؟ إزاي نجيب ميل بدلالة زاوية؟ بناخد الظا للزاوية. ظا باي على الثلاثة اللي هي ظا 60. ظا 60 بجذر 3. وركز إن الجزء المقطوع من صاد ما عنديش بصفر، الجيم بصفر، ليه؟ لأن أصلاً المستقيم عشان نقول في الوضع القياسي لازم يكون طالع من نقطة الأصل. فما عنديش جزء مقطوع من صاد فالجيم بصفر، تمام؟ فهمتوا الحتة دي؟ لأن الحتة دي مهمة. فخلاص الجيم دي بصفر، يبقى صاد تساوي ميم سين، الميل جبتها بكام؟ بجذر 3 في سين. بس كده يا أستاذ. ننتقل إلى 3. طيب في رقم 3 هنا بيقول لك ربع دائرة رسم بداخله المستطيل ب ج م د، ب ج م د، تمام، بحيث أن ج د ج د ده القطر بتاع المستطيل بكام؟ قال لك ج د ب 10 سنتي، تمام. أوجد طول القوس أ ب ه، أ ب ه. عشان نجيب طول القوس يا أستاذ لازم نجيب حاجتين، لازم نجيب نص القطر بتاع القوس ده ونجيب الزاوية المركزية بتاعت القوس، يعني أنا محتاج الزاوية المركزية دي. وركز إن ده عبارة عن مستطيل، ومن خواص المستطيل إن كل زوايا قائمة، يبقى الزوايا دي أنا عرفتها 90 كده. أول جبت حاجة، أول حاجة الزاوية، يبقى تاني حاجة عاوز نص القطر. ركز إن القطران في المستطيل ينص إيه؟ متساويان. فالقطر الأول ب10 يبقى التاني برضه ب10. ولو لاحظنا إن القطر م ب عبارة عن نص قطر، ليه؟ لأن بعد المركز عن نقطة على الدائرة بنسميه نص القطر، يبقى كده ناق جبناها برضه ب10. من خواص المستطيل إن القطران متساوية، تمام. يبقى كده أنا عاوز مين؟ عاوز طول القوس، طول القوس لام يساوي سيتا د بالدائر في ناق في نص القطر. سيتا دائر، أنا عاطيني سيتا بالقياس الستين عبارة عن 90، حولها لدائر واضربها في باي وقسم على 180. في ناق، ناق ب10. الصفر يضير مع الصفر ده، أو ممكن تختصرها تقول إيه؟ على 90 فيها الواحد، على 90 فيها الاتنين، على الاتنين فيها الخمسة، على الاتنين فيها الواحد، خمسة في باي بخمسة باي. بس كده يا أستاذ خلصت، وبكده يكون خلصنا تمارين 8 الجزء الثاني اللي هو المقالي. الناس اللي حابة تتابع معانا تنزل تشترك في القناة، وأهم حاجة إن هي تفعل زر الجرس، ليه؟ لأنك لو اشتركت في القناة من غير ما تفعل زر الجرس بكده يا أستاذ الفيديوهات مش هتوصلك. فعشان تضمن إن الفيديوهات أول ما أنزل فيديو يوصل لك أنت أول واحد، لازم تشترك في القناة وتعي، وأهم حاجة تفعل زر الجرس. أنا عماد يسري، أشوفكم في تمارين 9. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.